الخير والفل والسعادة على حضراتكم، حلقة جديدة واستاذ معفوش يكذبوا، بتوحشونا جدا جدا، وان شاء الله اوعوا تروحوا في اي حتة. كل فقراتنا النهاردة تخص الاسرة والاولاد بشكل كبير، فيها معلومات مهمة. وبمسي على ايمان. مساء الخير يا ايمان. مساء الفل والهنا والالوان الحلوة. ايه الناس الحلوة دي؟ ايه اليوم الحلو ده؟ ايه اليوم الحلو ده؟ وايه الحلقة الحلوة دي النهاردة؟ حلقة بجد ولا اروع. طبعا ده العادي بتاعي يعني او بتاعنا، لكن دايما بنحاول ان احنا نشوف لكم ايه الجديد في اي حاجة، مش بس تخص الست ولا البنت. احنا النهاردة بنكلم الاسرة المصرية. ويعني ايه الاسرة المصرية؟ يعني المجتمع المصري. المجتمع المصري يعني الدولة المصرية. فإحنا دايما بنشوف إيه اللي على بالكم، وبنحاول إن إحنا نجتهد ونجيب لكم أحسن حاجة وآخر حاجة مع أفضل ضيوف ممكن إن إحنا نقابلهم ويقولوا لنا النصيحة الصح من الآخر. يومكم هادي ونادي يا رب. فقراتنا النهارده زي ما قالت ايمان تهم كل الاسره، من اول ولادنا والسوشيال ميديا وتاثيرها عليهم، تغذيه الاولاد في المدارس، هنتغذى ازاي بشكل صحي، هنتكلم عن كل فقره في وقتها. لكن خلينا نبدا ونقول احنا ما نستغناش عن الطرف الثاني. احنا طبعا شريكين الحياه، لازم يكون في بينهم تفاهم. طب احنا امتى ممكن ندي الطرف الثاني فرصه ثانيه، سواء كان راجل او ست؟ هل الفرصه الثانيه فعلا ممكن تكون سبب في الصلح وان المياه ترجع لمجاريها زي ما بيقولوا بين الطرفين؟ في البدايه خلونا نعترف ان اغلب العلاقات المفروض انها تاخد فرصه ثانيه، بس في الاول نعرف اصل المشكله، المشكله فين وازاي نقدر نحلها. الحقيقه طبعا في اسباب كتيره ومؤشرات كتيره قوي بتقول ان احنا ممكن تكون دليل على ان اي طرف من الاطراف يقدر يدي التاني فرصه ثانيه. تفتكري يا ايمان ان ممكن فعلا حد يتغير او ندي فرصه في بعض الحالات او في حالات معينه؟ بصي، ندي فرصه لو كنا بنتكلم في غلطه، وكل الناس في الدنيا ممكن تغلط عادي، فندي فرصه واثنين وثلاثه لانه الطرف الثاني يستحق ده. اما لو كنا بنحاسب على طبع، فالطبع مش هيتغير بقى خلاص، ما في فرق ما بين الغلطه وبتحصل، انما الطبع ما نعملش حسابنا عليه كتير. ده حقيقي، ما حدش بيتغير. بس تيجي نشوف احنا عندنا تقرير مع الشارع ورأي الشارع في الموضوع ده، ونرجع نقول ايه الحاجات اللي احنا ممكن بعديها ندي فرصة. زي ما قلتي، هي ممكن يكون موقف سريع زي ما ايمان قالت، فندي فرصة لانها غلطة لسان او زلة لسان، لكن في حاجات ما ينفعش ندي فيها فرصة تانية. خلينا نسمع رأي الجمهور ونرجع تاني. ندي الطرف الاخر فرصه ثانيه. تسامح، انا لما اكون بحبه سامح خلاص، طالما اقرب بغلطه فلا ذنب عليه، يعني هدي له فرصه ثانيه يمكن يتعلم من غلطه. لما احس ان هي مثلا كانت غلطه مش مقصوده، وكان يعني سهو منه او سهو منها، مجرد ان الطرف الثاني اعترف اصلا ان هو غلطان، انا مبقاش عندي مشكله خالص ان انا ادي له فرصه ثانيه. كان ممكن بقى ناس ثانيه طبيعه مختلفه، هي بتدي تشانس مره واحده بس، مجرد ان انت الثقه ديت اتكسرت، هو ما بيبقاش عنده المقدره ان هو يديك فرصه تانية. الاسلام يعني حسنا على التسامح، فلازم ندي للناس حتى لو كان الطرف الثاني نيته مش كويسه، برضو كون ان انا اديله فرصه تانية ده بيخليه احسن، وبنعيد العلاقات الكويسه مع بعض. ما يكون هو شخص يستحق، يعني لو حصل مثلا خلافات وحصل بعد، مش مفيش مشكله ان احنا نصلح الخلاف ده. كان في مقوله جميله جدا بتقول ان احنا لما يحصل مشاكل ما بيننا زي بالظبط لما يجي الاظافر تطول، ما ينفعش نقص صوابعنا بس بنقص الاظافر، فاحنا مش هينفع ان احنا نطلع علاقه مع بعض، فلازم احنا نشيل المشاكل ديت ونعالجها بدل ما نطلع العلاقه اصلا. هي تكون هي بتحبني او بتخاف عليا وبتحافظ عليا وبتهتم بيا جدا، يعني ده اللي انا اقدر احميها، اقدر من عمري ما ازعلها في يوم، اشيلها فوق مهما هي حصل، يعني اسامحها. لما يكون انا الشخص الثاني انا في غلاوه وفي عشره بيني ما بينه، فبالتالي انا هبقى باقي على الشخص ده. لما احس ان هو يعني ندم، رجع وندم، ولما احس ان انا ممكن بعد تفكير كتير ان انا ممكن اكون ظلمته، او ان انا ممكن اكون اتسرعت في الحكم عليه. انا لازم اعاتب واعاتب واعاتب، بعد كده اصفى، لو ما عاتبتش مش شايفاك. كلنا ممكن نقع في الموقف ده، يبقى نغلط غلطه ما نكونش قصدينها، فلازم ندي فرصه برضو عشان الامور ما تتفرقش كده على طول. يعني آراء
جمهورنا الحقيقه كثيره جدا اتقالت، وطبعا كل شخص هو اللي بيقدر يقيم الوضع ويقدر يقرر يدي الطرف الثاني فرصه، لكن مش في كل الحالات. يعني مثلا احنا ممكن ندي فرصه ثانيه لو الراجل حس بقيمه الست اللي معاه. طيب ما هو لو حاسس بقيمه الست اللي معاه، هل المشكله اللي سابوا بعض عشانها كانت كبيره؟ هل كان فيها، ممكن ما ذكروش جمهورنا اللي كان بيتكلم، العنف البدني، العنف اللفظي اللي بيجرح الكرامه او يجرح كرامه اهلك مثلا احيانا. دي حاجات بتبقى، ولو اتكررت، يعني قلنا لو زلت لسان مره ممكن تعدي، لكن لو اتكررت بشكل كبير جدا يبقى الشخص ده مش هيتغير اساسا. بصي، اي حد في الدنيا ممكن تحت تاثير اي ظرف او موقف او ضغط نفسي تقع من بقه كلمه بالغلط هو لا يقصد بيها خالص ان هو يهين اللي قدامه او يجرحه، وساعتها ممكن في ناس بتعتذر في لحظتها لما يدرك انه غلط، وفي ناس بتراجع نفسها وبترجع تعتذر. الاعتراف بالخطا ده اول خطوات تصحيحه. لكن في ناس غلطت بطبعها، ودي قصه ثانيه، واحنا كنا اتكلمنا قبل كده. يعني كفايه الاعتراف بالخطا، يعني الاعتراف بالخطا اول مراحل تصحيحه. اعترف بالخطا ومش هعمل كده تاني وسامحيني بس الطبع غلاب. لا، ما هو اعترف بالخطا ولا اعترف بالطبع، ما هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه. لا، هيقول لك انا طبعي كده. لا، لما اكون بعاتب وبحاسب وبزعل على نفس الحاجه كل مره يبقى انا هنا بتكلم مع طبع. لكن لما تكون نفس الحاجه اتعملت مره غلطه، في فرق كبير قوي ما بين الغلطه والطبع، وكل واحد ورصيده عند اللي قدامه بقى بيشحن رصيده اول باول، باحتواء وتقدير واحترام واعتراف بالخطا وقت اللزوم. وثقافه الاعتذار دي مهمه على فكره، الطرف اللي بيعتذر هو الطرف الاقوى، مش عيب. انت بتتسامحي يا امام، بتدي فرصه للطرف الاخر ان هو يغير نفسه لو اعتذر ولا كده، تقدري تبدي فرصه جديده؟ انا بدي فرصه واثنين وعشرة علشان نفسي قبل ما يكون عشان اللي قدامي، عشان احتفظ بسلامي النفسي وهدوئي. يا سلام، بيعود عليكي انت كده. طب وفرضي ما فيش فايده فيه، ومبسوطة. وفي حد بيتغير ولا طبعه بيتغير؟ ولما بسامح بحس ان انا الاقوى. حلو، سامحتي بس مش قادره تنسي، فمش هنكمل صح؟ لا، ما احنا هنوصل عند مرحله بقى، ما هي مش قادره انسى دي، يبقى كل مره نفس الحاجه يبقى طبع، والطبع يغلب التطبع. يبقى اذا في الحاله دي شكرا بقى، هو اهم حاجه. يبقى يمكن حد بيحس بغلطته وبيرجع تاني، يعني يحاول يظبط نفسه، يحس بغلطته ويعترف بيها، ثم يملك ثقافه الاعتذار، ودي حاجه مهمه جدا. ويملك ثقافه الاستماع بانصات، مش استماع وخلاص، يعني الكلام مش يجي عند هنا ويقف، يجي يدخل هنا، يدخل على هنا، يترجم ويتعمل بالكلام اللي اتقال. امتى بتعملي وقفه بقى وتلفي خلاص ما ترجعيش تاني؟ اما اكون بتكلم على نفس الحاجه كل مره وما فيش تغيير. اذا هنا بقى برفع شعار عظيم قوي في حياتي يا منى، في حياتي بشكل عام. الحب وحده لا يكفي. لا يكفي طبعا، لا يكفي طبعا. والتكرار كمان غلط، يعني انا هسامح مره طلع لفظ جارح مره للكرامه، لكن اكتر من مره يبقى دي طبيعه شخصيه، عمرها ما تتغير، مفيش حد عمره بيتغير. انت يا منى بتسامحي كتير، انا مش هسالك. لا، اسالي يا حبيبتي. لان انت جميله. اسالي وانا جاوبك. دايما متسامحه، وابتسامتك الحلوه قادره ان هي تدوب اي جليد ممكن يحصل لسبب او لاخر، حتى لو بدون قصد. بس احنا بشر. بس احنا بشر. يعني مش معقوله اديك صباعي تاكلي دراعي. صح ولا لا؟ صح. يعني في مرحله لازم تحسي بقيمه نفسك، تحسي باحترامك لذاتك، وان الاخر ده هيفضل طول ما انت معاه مثلا بيجرح فيكي او حاجه زي كده. انا مش تجربه شخصيه، مش بتكلم عن نفسي، بس اقصد احنا لليمت. يعني حتى بنصح اي بنت النهارده مخطوبه او داخله على جواز تقول لك ايه، بيعذبني وبيهني ويزعق لي قدام الناس وقدام اهلي واهله وبرضه بحبه يا بابا. يعني ما ينفعش، يعني ما ينفعش لما يكون كده وفي مرحله ان انتوا لسه عصافير بتصوصو ولسه في حب شديد وفي وله، وفي الحب ما بيتغيرش، بياخد اشكال. لو احنا محترمين بعض هو بيهدى شويه، بيخفت الوهج الاولاني، لكن نفضل نحب بعض ونفضل نحترم بعض. الاحترام في رايي قبل الحب. صحيح، برافو عليك. الاحترام طبعا قبل الحب. اسالك سؤال، انت لما بتحبي حد مش بتخافي عليه؟ طبعا اكيد. لو هي بتحب نفسها هتسمح انه حد يهين نفسها دي او يضايقها او يجرحها او يجي عليها او يأذيها او ما يقدرهاش؟ لا، تبقى في وقفة. معنى ان هو بيعمل فيها كل ده وهي قابله وبحبه يا بابا وقابله ده على نفسها، هي ما عرفتش تحب نفسها اصلا من البدايه، ودي مشكله حقيقي. كبيره. احترامك لنفسك ولذاتك بيجبر الاخرين على الاحترام. صحيح، احترامهم ليكي تقدري تكمل. لكن ان هو بيقول هنا في البوست ان الطرفين يغيروا من صفاتهم وطباعهم، دي ده كلام على ورق. يعني ما فيش حد بيغير صفاته ولا بيغير من طباعه، لكن ممكن قوي انا يبقى يحصل ايه، زي ما بيقولوا شويه تنازل،
شويه يعني صح يا ايمان يعني شويه تنازلات عن الحاجات اللي انا بتمناها في الشخص. نحاول نوصل لارض مشتركه لنقاط تماس نقاط مشتركه بينا، بس خلي بالك انه في فرق كبير قوي. كلنا ممكن نختلف في الراي، لكن الاختلاف مش ضروري ابدا يوصلنا لخلاف، لان برضه في فرق كبير ما بين الاثنين. وخلينا ناخد بالنا من حاجه برضه عشان ما نبقاش ظالمين ومفترين ويقول لك بصوا الستات بيقولوا ايه. ما ينفعش ان انا حاسب اللي قدامي على غلطه هو عملها بسبب تصرف انا دفعته ليه. معلش احمل نفسي جزء من المسؤوليه احيانا، عشان هنا هتسامحي لان هو رد فعل، لان انا تصرفت غلط مظبوط ترتب عليه ان هو اخطا خطا كبير ممكن يكون بسبب تجاهلي، بسبب اهمالي، بسبب رعونه، بسبب قرار غلط. فهنا في الحاله دي لا احاسب نفسي قبل ما احاسب اللي قدامي. ده ينفع فيه ان احنا نتكلم ويبقى فيه بين الطرفين شويه حوار يومي او اسبوعي عشان نقدر نقيم العلاقه ونقدر نكمل ونتسامح ونتغافر. خلينا نطلع فاصل سريع نرجع نكمل عندنا. رجعنا من جديد ونكمل عندنا ايه، لكن عايزين نتكلم في موضوع مهم. يمكن كل سنه بتيجي وكل سنه وانتم طيبين، كلها ايام ويبقى المولد النبوي ان شاء الله. كل سنه بيعدي علينا المولد النبوي نلاقي ناس كتير وكلام كتير، بلاش تحتفلوا ده حرام، وفي تطرف كده في الحكايه، وده مش من السنه وده بدعه. الحقيقه دار الافتاء حسمت الموضوع ده وكان ليها رد واضح وحاسم. اكدت على صفحتها على فيسبوك ان يعني ده عرف عن سلفنا الصالح الاحتفال بالمولد النبوي باحياء ليله المولد بشتى انواع الكربات بقى، سواء اطعام طعام، تلاوه قران، اذكار، انشاد اشعار ومدائح في رسول الله عليه الصلاه والسلام وآل البيت. كمان قالت دار الافتاء ان تهادوا تحابوا، يعني زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام تهادي حلوى المولد، دي سنه نبويه بين الناس وسنه جميله. وقالت ان التهادي مطلوب زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالت كمان إن تهادي حلاوة المولد للتعبير عن الفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر مشروع جدا ومستحب وسنة. وكل سنة وانتوا طيبين احنا في أمس الحاجة ان احنا نتعلم من رسولنا الأخلاق الكريمة، مش في جانب واحد في حياتنا بس في كل أمور حياتنا. وكل سنة وانتوا طيبين. يا إيمان جبتي حلاوة المولد ولا لسه؟ جبت طبعا حلاوة المولد وعروسة المولد. وعروسة المولد وطبعا عروسة المولد، ده انا بحب عروسة المولد. احنا بطلناها من زمان. عروسة المولد لازم تبقى في حضننا السكر دي اللي أيوة. تبقى عليه فيها الوان كريشه كده زمان بقى، بس كانت حلوه ليها بهجه وفرحه في البيت وللناس كلها، للمصريين كلهم على فكره. يعني سبحان الله، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، مش الاخلاق بس، دي مكارم الاخلاق اللي هي اعلى درجات السمو بالاخلاق. فرسول الكريم عليه الصلاه والسلام يعني كان بيعامل الناس كلها واحد. انا الحقيقه بشكر وبأحترم وانحني احتراما لدار الافتاء اللي بتشتغل على انها تدعم الفكر التنويري، وان هي تقدر ان هي تتحدى وتبعد عننا الأفكار اللي بتكرس للتفرقة والعنصرية، أفكار شاذة بتدعو للضغينة وللكره في المجتمع المصري، اللي هو في الآخر إحنا كلنا مصريين. وبتبسط قوي لما المصريين كل يوم وإحنا رايحين في أي مكان في الدنيا يقول لك كل سنة وإنت طيب. كل سنة وكل يوم وإحنا طيبين ومتوحدين ومتجمعين ومتسامحين ومحبين لبعضنا ومحبين لبلدنا وكارهين لأي حد يدخل بينا. الناس الحقدة، الناس اللي عندها غل شديد، اللي بتحاول طول الوقت ان هي ترسخ للكره وللضغينة في المجتمع المصري، والله ما تفلحوا والله ما تقدروا. وسبحان الله احنا كلنا متمسكين بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. كل سنة وانت طيبة، كل سنة وكل سنة وكل المصريين بخير، كلنا طيبين يا رب. وفعلا زي ما قالت إيمان، هي الأديان كلها فيها تسامح وفيها حب، وما فيهاش حاجة لما نهادي بعض. تحبي ايه في حلاوة المولد يا ايمان؟ الملبن. الملبن لو هبه هنا تقول لك الحاجات اللي زي البسبوسه بجوز الهند، هي بسبوسه بتحب كل الحاجات اللي كده. لا انا بحب الملبن، اي ملبن بقى، الملبن الملون ابو فتله ده اللي هو فيه عين جمل من جوه، الملبن بالقشطه عادي، اي ملبن. انا اي حاجه فيها جوز هند، يعني جوز الهند بالنسبه لي عشان ما يبقاش مسكر قوي، يا دوب ممسوك كده بس بيبقى لذيذ. انا بحب كل الحاجات بتاعه المولد يعني، بس بندوق ندوق منها ما نكترش يعني. وكل سنه وانتم طيبين.
طيب نتكلم بقى عن حاجه مهمه جدا، دراسه طريفه كده نشرها زميلنا محمد منصور، بتقول ان الاجنه في بطن الام يعني الجنين في بطن الام يتفاعل بشكل كبير جدا مع الاكل اللي بتاكله الام خلال رحله الحمل، وان الاجنه بتستجيب لكل الاطعمه بس بشكل مختلف، يعني مختلف. الدراسه اجراها كتير من الباحثين في مختبر ابحاث الاجنه وحديثي الولاده في جامعه دورهام البريطانيه، وكانت الدراسه لمعرفه استجابة الأطفال لنكهات مختلفة من الطعام، وقاموا بتجربة الأكلات المختلفة زي الكرومب. شايفين بيبي مبتسم على فكرة في الصورة. قالوا مثلا زي الكرومب والجزر، عملوها على الأطفال وتم تصويرهم باستخدام تقنية التصوير رباعية الأبعاد أو الفور دي، وظهرت الأجنة اللي تناولت أمهاتهم الجزر استجابات وكانت سعيدة في التصوير زي ما شفنا الفور دي، ورصدت كمان الجنين وعلى العكس اللي أكل الأم أكلت الكرومب كان صورته وكأنه بيعيط زي ما شفنا في الصورة. الباحثين بيقولوا كمان يا إيمان أن التعرض المتكرر للنكهات قبل الولادة ممكن هو يساعد على تحديد الطعام المفضل بعد الولادة عند الأطفال. والله بصي يا ست منى، اتفضلي يا ست. أنا الحقيقة من واقع تجربتي الشخصية بشوف أن الجنين هو اللي بيطلب اللي هو عايزه من الأم أو اللي هو محتاجه من الأم، وتبص تلاقي ان ده اسلوب حياته حتى بعد الولاده وبعد ما بيكبر وبيبقى شاب، ان هي طريقه حياته كده. يعني انا في عمر، ما هو ده في الاول لا عمر كان موديني في سكه تنين مجنح بياكل اي حاجه الاخضر واليابس عادي اي حاجه شغال. ديانا كانت مش كفايه امبارح كانش عايز يدخلني البيت امبارح عمر نايم لسه بيسقط في الدراسه، والنهارده تنين مجنح. بصي بياكل اي حاجه ملهاش اي لازمه، اللي هي مش الحاجات الهيلثي الحاجات الصحيه. ديانا كانت دايما رايحه في اتجاه الخضار والفاكهه والحاجات اللي هي الهيلثي او الحاجات الصحيه جدا. ما انتي سبب، ما قالوا هن الام هي السبب، مش عارفه مين فينا اللي وجه التاني بقى. انت كنت بتمسحي الثلاجه لما كنت حامل عمر وعماله تجيبيها في الولد، حرام عليك. ده حقيقي والله بتقومي تعمليها بالليل. بس ديانا كنت مختلفه بقى، خضار فاكهه بتاع كده هي شبهها يعني. عمر بقى وانا حامل فيه لاحظت حاجه تانية. كنت مره بحضر حفله في الاوبرا لعمر خيرت، واول ما سمع المزيكا، هم اولادي الاثنين ما شاء الله موهوبين قوي في البيانو، اول ما سمع المزيكا في الاوبرا بدا يتحرك بشكل فيه مرونه غريبه جدا، كانه سامع مزيكا وبيتعاطى مع المزيكا وبيتحرك مبسوط، فسميته عمر على فكره. على الله على اسمه. ده حلو السر ده حلو بقى، ده يفرحه بصراحه. وطلع بيانيست رائع يعني المايسترو عمر خيرت. فالجنين بيفهم وبيلعب وعصبيه الام، عشان كده بنقول لكل الرجاله عايزه اقول لك بلاش وهي حامل يا جماعه. صحيح. ده ذنب كبير قوي. بمناسبه الموسيقى طبعا، دي دراسات كبيره جدا بتقول انها ليها اثر، الموسيقى ليها اثر كبير من الطفل هو بطن امه الحقيقه، وانت بتبقي اعصابك هاديه كمان. صح. هو بيطلع هادي ويطلع فنان ومبدع، فنتمنى السلامه لكل طفل بيبي في بطن امه، احسني الاكل عشان يطلع بيحب حاجات حلوه وحاجات صحيه وجميله. طيب وكمان تكلموا كتير يا منى. يعني في الجنين لما بيتولد طفل اول صوت بيميزه بيعرفه هو صوت الام، لان انت لو كلمتيه بحركات بسيطه جدا هي بدات علاقتك بيه، مش بعد الولاده، بدات علاقتك بيه من هو لسه جنين في بطنك، سمعك وبيحس بيكي وبيتاثر بكل حاجه بتحصل بره، وحتى بعصبيتك او بفرحك هو بيتاثر بيها، فخلي بالك لان العلاقه بتبتدي بدري قوي. هو بيتاثر من بدري قوي، خلي بالنا. عايزين بقى نتكلم عن فوائد انك تكلم نفسك بصوت عالي، يعني كنا بنتكلم عن ان هي تكلم الجنين وهو في بطنها. طيب انت بتكلمي نفسك يا ايمان؟ بتقعدي تكلمي بقى لي فتره بقالك فتره؟ بكلم نفسي واجيب بقى الدباديب بتوعي اقعد اكلمهم. مصيبه لو الدولاب رد عليك. الدباديب هم اللي بداوا يردوا عليا دلوقتي. بالظبط. لا ساعات ببقى هقول لك على سر. ساعات ما بيبقى عندي ميتنج مهمه او حوار مهم هيترتب عليه اجراءات او قرارات او مصير او مستقبل، بعمل له بروفا وبقعد احط كل السيناريوهات الممكنه والمحتمله. طبعا انا كده بكشف ورقي على الاخر. برافو عليكي، مين علمك الحكايه دي؟ حلوه قوي. ده جت بالسليقه كده مع الوقت بالتجربه. الحقيقه كلنا يعني هنقول ان احنا ممكن
بنمر بالفكرة دي، فكرة ان انت تفكر تكلم نفسك بصوت عالي وكأنك بتتناقش مع حد. الحقيقة الخبراء قالوا ان الموضوع ده ممكن يكون مفيد في حالات كتيرة جدا، وبتساعد الشخص بشكل ايجابي. مثلا ممكن يساعدك لما تتكلم مع نفسك في انك تتحكم في مشاعرك بشكل افضل، خاصة بعد المرور بمواقف عصبية او انفعال عاطفي. الناس اللي عندها تجارب بتقدر تعرف وتعمل بروفا زي ما ايمان كده بتقول، ده نتوقع رد الاخرين علينا، مش ده اللي بيحصل؟ يعني انت بتعملي بروفا عشان يعني لو رد كذا هقول له كذا، لو رد كذا هقول كذا، فانا حاطه سيناريوهات وبلان ايه، وبلان بي اهم من بلان ايه دايما، وغالبا ايه لو باظت في بي، بس بي لو باظت لبست في الحيطه. حسب الشخص اللي قدامك، مش دايما بتيجي ايه ومش دايما تيجي بي. ما انا ببقى درسه الشخصيه كويس. طيب كمان التحدث مع النفس بصوت مرتفع بيعمل على انك ترفع من اداء عقلك، وده اللي توصلنا ليه دراسة نشرت في مجلة علم النفس السلوكي. كمان بيقولك ان الكلام مع نفسك بصوت عالي بيساعدك على زيادة الثقة في نفسك، ويكون عندك حماس في المواقف اللي حواليك، زي فكرة البرزنتيشن لما تقعدي تتكلمي تعملي بروفا مع نفسك. ده بيخليك تشوفي غلطاتك لو بتبصي. في ناس احنا لما بنيجي نذاكر دور عشان مسلسل ممكن احيانا تشوفي نفسك في المراية، انا شكلي هيبقى عامل ازاي، طب عيني، طب حاجبي، يعني لحد ما بتيجي خلاص حفظتي النص اللي هتقوليه، بيجي الاداء بقى لوحده. بس في ناس بتقعد تتدرب قدام المرايه كتير. طبعا ده مهم، لانك بترسمي ملامح الشخصيه قدام المرايه بكل تفاصيلها وايماءاتها ولزماتها، يعني خلق لازمه للشخصيه ده مهم، عشان ده جزء من ملامح الشخصيه. وطبعا انت تصححيني يعني اكيد، انما انت بتتكلمي مع نفسك ساعات يا منى بصوت عالي؟ تحكي حاجه مؤخرا بقيت اعملها برضو؟ يعني لما احب ابقى قويه وحد عاده ما بكلمش نفسي، بس في الاواخر كده لما حد يقول حاجه وانا مش مقتنعه بيها وحاسه انه بيستهبلني او بيلف ويدور، يعني اروح يعني قايله كلمه كده مع نفسي، لا يعني مع نفسك بتقوليها في عقلك ولا بقولها؟ لا بصوت بقى، بصوت. دي بقولها بصوت، يعني هو لا انا مش هقبل، ومش يعني انا ما بقتش صغيره، يعني اكيد التجارب علمتني يعني. يا سيبك من الطيبه والحاجات الهبل اللي انا فيها دي، بس برضه اكيد لا لازم الواحد يبقى اتعلم حكمه. الطيبه منتهى الذكاء على فكره، الطيب ذكي. الناس بس الطيب ده ذكي جدا على فكره. هو الشرير هو اللي غبي لانه محترف خساره، لكن الطيب ده منتهى الذكاء. حلو التعبير ده طبعا، الشرير محترف خساره، محترف خساره ومحترف اذى الناس. ما هو هيأذي فهياخد سيئات ما شاء الله عليه، وهيشر على الناس، طب ما هو هيخسر الناس، هنا خسران وهنا خسران، فهو غبي. انما الطيب بيسامح فبياخد حسنات والكاظمين الغيظ، وفي نفس الوقت بيعمل حاجات كويسه لانه طيب، فبياخد ده وبيكسب الناس وبيساعد الناس، فده منتهى الذكاء. هو الاجمل كمان ان احنا مش نكلم نفسنا وبس، يعني نكلم ربنا طبعا. يعني هو الشخص ده عايز مني ايه؟ لا انا عايزه، طب انا هدفي واحد، هدفي رضا ربنا سبحانه وتعالى، يا رب اجعل لي مخرج من هذا الشيء، يا رب خير لي الخير، استخير ربنا، اتوضى واصلي وادعي له باللي نفسي فيه، اكيد هيوفقك لما يحب ويرضى، يعني سبحان الله لما انت تكوني عايزه رضا ربنا بس مش رضا الناس. وطبعا في حاجه كمان يا منى، ان مش كل حاجه نقدر نحكيها للناس، يعني في امور ما ينفعش تخرج براكي، فانت تقعدي ممكن تتكلمي تقيميها، ممكن تقعدي تتكلمي يعني اللي هو ينفع كده يا منى، طب انا عملت كذا، طب يا منى لو عملنا ولا دي هنبقى دخلنا في فصام كده ولا ايه؟ لا بس كده دي ولا هو بيحصل بس من غير صوت يعني احيانا يعني، لكن فكره بصوت دي لما تكوني منفعله شويه. لكن خلينا نقول ان احنا محتاجين وقت جيد ان احنا نقعد مع نفسنا ونفكر شويه مع ربنا، شويه نفكر في حلول، شويه نعمل سيرش عن الموضوع ده لو ما عنديش خبره فيه، الناس السابقين عملوا فيه ايه قبل كده، انا بعمل كده، اجيب فيديوهات لناس مرت بالتجربه اللي انا فيها وحصل ايه، وراي الدنيا ايه، وراي الدين فيها ايه كده، من النواحي كلها ادرسها يعني. ما اعتمدش على تفكيري انا بس، ظاهره صحيه ان كل واحد اخر اليوم كده يبتدي يحاسب نفسه على اليوم اللي حصل فيه النهارده، الحلو والوحش، حساب النفس وعتاب النفس، والواحد ياخد ويدي كده مع نفسه اخر اليوم، حتى مش لازم بصوت يعني، بس انا بشوف ان دي ظاهره صحيه وتعديل بوصله اول باول، وده مهم جدا. ده مهم. النهارده عندنا حدوته من بنوته جميله بتقول انا عندي 15 سنه وعارفه ان ماما بتتفرج عليكم، بنحييكي يا ماما. وماما دايما الحقيقه عندها مشكله، بتتريق عليا وعلى شكلي، وانا مش عارفه اقول لها ان الموضوع ده بيضايقني قد ايه، خاصه ان هي بتتريق عليا قدام اهلنا عادي، وممكن اقول لها ولا يعني ايه رايكم تقولوا لها انتوا النهارده في البرنامج ان انا بتضايق من هزارها عليا وتريقتها عليا؟ بس دي امي ايه يا ماما، ايه يا ماما، ليه يا ماما،
ليه هتبقى انت والدنيا عليها؟ طب لما انت صمام الامان وخط الدفاع بتاعها اللي هي ممكن تيجي تستخبى في حضنك لو حد اتريق عليها او حد تنمر عليها في يوم من الايام، تتخلي عنها وتبيعيها وتبقى انت اول من يجي عليها في الدنيا. كتير من الجرائم بترتكب تحت اسم هزار، والهزار كمان لو قدام الناس بيوجع وبيضايق. انت كده بتمحي شخصيتها وبتهدي ثقتها في نفسها وبتخليها عرضه لان اي حد يجي يقولها ربع كلمه حلوه تحاول، هي بتدور يا عيني حد يقولها كلمه حلوه عشان تثق في نفسها، حتى لو الحد ده بيستغلها او هيأذيها او هيستخدمها او ما الى ذلك. انت بتدفعيها دفع في سكه غلط، وانا عارفه انت ام، مفيش ام بتكره بنتها، بس انت اول واحده هتزعلي عليها وهتحسي بالذنب على بنتك. فبالعكس ده انت تاخديها في حضنك، وبعدين طالعه شكلها كده ولا شكلها كده دي مسؤوليتك، يعني هي مش جايباها من بره على فكره. بس انت لمستي حاجه مهمه يعني ايمان، ان هي كتر الكلام ده بيخليها ما عندهاش ثقه في نفسها، هتشبط في اي حد يقولها كلام حلو. انت لفتي نظر الام النهارده بتسمعنا، خلي بالك عشان البنت ما تدورش على حنان بره ولا كلمه حلوه بره، لازم تبقى عندها ثقه في نفسها، وانت اول حد بيزرع الثقه دي. انا بشوف امهات بتدلع بناتها يعني مش على قدر كبير من الجمال، بس هي بتحسسها ان هي ملكه الدنيا، وبنات بتبقى مش جميله الجمالات لكن عندها ثقه في نفسها وفي شخصيتها. لما النهارده تقف تحاضر ولا تتكلم ولا تشتغل شغلانه بتواجه فيها جمهور، يبقى عندها ثقه في نفسها رغم انها مش يعني سبحان الله ربنا مثلا يكون ما حبهاش جمال كبير، لكن عندها ثقه في نفسها لان اهلها احتضنوها، اهلها دلعوها، اهلها حسسوها ان البنت قيمتها في شخصيتها واحترامها لنفسها وفي عقلها وفي افكارها مش في جمالها الخارجي. فيا ريت احنا طول النهار بنتكلم حضرتك على التنمر اللي الاخرين بيعملوه علينا، ده اسمه تنمر وده منهي عنه الدين والدنيا وكل حاجه بتنهي عن ان احنا نتنمر للاخرين، فما بالك بنتنا حضننا اللي هي نحسسها ان هي احلى حاجه في الدنيا في حياتنا، وان يوم كان اسعد يوم يوم ما ولدتيها وجبتيها للدنيا. بلاش تريقي قدام الناس، لو تاخديها على جنب حتى لما يكون بنتي فيها ديفو احاول انا اخفيها عن الناس واقول لها على جنب، وحتى لو ما حسني من نفسك في كذا، انت مليانه شويه، تعالي نمشي شويه عشان نخس، تعالي ناكل اكل صحي. يعني طبعا انت ده دورك وانت ده مسؤوليتك، وهي البنت يعني لو طالعه فيها مشكله طب ما دي ده دورك ودي مسؤوليتك، عليكي تعديلها من غير ما تجرحيها ومن غير ما تاذي مشاعرها، لان صدقيني لما تكبر هي في حاجات عمرنا ما بننساها في حياتنا ابدا ابدا. وخلوا بالكم زي ما في عقوق اباء في عقوق ابناء، والله في ناس كتير بتاذي ولادها عن قصد من غير قصد. اكيد ما فيش اهل بيكرهوا ولادهم، بس ممكن يكون عن جهاله او عن كده تقليد اعمى او هو كده مثلا بيربيه، بس بالعكس الولاد بيطلعوا عندهم حته مكسوره ناحيه الاهل بتفضل معاهم العمر كله، وصدقوني عمرها ما بتتنسي. والبنت لو اتعودت على كده هتقبل الاهانه من حد اخر، يوم ما تتجوز او تتخطب ويقول لها كلمه سخيفه قدام الناس هتقبلها لان اتعودت في بيتها على كده، لكن لما هي تبقى عندها احترام لذاتها ومحدش في بيتها غير ان هو يقدرها ويديها قدرها، هتبقى واخده بالها من قدرها قدام شريك حياتها وما تسمحلوش بالتجاوز. فارجوكي احنا بنحبك احنا كمان، ويلا بقى دلعيها وابعتي لنا رساله حلوه تاني نشوف ماما عملت معاكي ايه النهارده. طب النهارده عندنا ايه ايمان؟ اول فقره هنتكلم النهارده طبعا بمناسبه اليوم العالمي لتنظيم النسل، هيكون معانا لقاء خاص مع دكتور فرج الكامل خبير الاعلام السكاني ومؤسس حملات تنظيم الاسره في الثمانينات والتسعينات. وتاني فقره عندنا ايمان؟ عندنا تاني فقره مهمه جدا، تهم كل ام عندها اولاد في مدارس، عن تغذيه الاطفال في المدرسه، سواء الحاجه اللي بياخدوها معاهم المدرسه او اللي بيرجعوا ياكلوها في البيت، والفطار الصبح اهم حاجه. الناس اللي بتفوت الفطار دي حقيقي الولاد هيعانوا من مشكله هتفضل معاهم العمر كله. خلينا هننبه للموضوع ده بمعلومات مهمه ونصايح مهمه جدا مع ضيفتنا دكتوره ايمان حبيب، دكتوره التغذيه بالمعهد القومي للتغذيه. بعد كده هيكون معانا فقره مهمه جدا، ازاي نراقب ولادنا في فتره الدراسه من الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، وازاي نأمن حساباتنا الخاصه على الانترنت، وضيفنا فيها هيكون مهندس احمد طارق خبير امن معلوماتي. واخر فقراتنا شيف محمود عامل ايه ايمان النهارده؟ وريني كده بصي هو امبارح قال لنا ان انا هعمل عيش تورتيه، فانا قلت له يا ريت تعمله لي بالسبانخ، صح انت طلبتي بالسبانخ وقال لك هيشوف سبانخ فريش وان شاء الله يكون لقاها. انا شايفه حاجه خضرة هناك يعني يا رب تطلع هي سبانخ، وعامل اسياخ شيش تاوك. طب حلو قوي، اسياخ شيش تاوك مع خبز التورتيلا، هي اكله حلوه كلها مع بعضها. تسلم ايدك يا شيف محمود. محمود المبدع وبيبدع كل يوم حاجات تنفع للمدارس كمان، عوده المدارس النهارده يوم مهم ما تروحوش في اي حته، فقرات كلها مهمه. اشوفكم بعد الفصل.
قاعدة اتعلمناها من زمان، بيقول العقل السليم في الجسم السليم، وتغذية أولادنا خلال فترة الدراسة بتختلف عن أي تغذية وأي حاجة تانية. اليوم الدراسي بمجهوده العضلي والذهني بيبقى محتاج أكل صحي، عشان كده أول محظور في سندوتشات المدرسة اللحوم المصنعة، دايما نقول ابعدوا عن اللحوم المصنعة. أما باقي اليوم فالأكل الصحي لازم يبقى فيه خضروات ونسبة بروتينات كتيرة، وطبعا لازم شوية من النشويات عشان تدينا طاقة. أجسامنا بتتبني وأجسام ولادنا بتتبني، آراء كتيرة في هذا الموضوع، في حوارات كتيرة. البداية الصح هتكون من سندوتشات المدرسة ده يعني. وفي رأي تاني شايف ان اي اكل خلال اليوم الدراسي مش محسوب، والوجبات الاساسية والمفيدة فعلا لازم تبقى في البيت. ما بين الاراء دي والاراء المختلفة معانا الدكتور ايمان حبيب، استاذ الاطفال ورئيس قسم التغذية الإلكترونيكية في المعهد القومي للتغذية. اهلا بيك يا دكتور ايمان، منورانا. اهلا بيك، انا سعيدة انا معاك النهارده. اهلا، منورانا يا دكتورة ايمان، وخطوة عزيزة. بس انا عايزة ابتدي اليوم من اوله، انه الولاد بيصحوا الصبح بيطنشوا تماما فكرة الفطار، ينزلوا على لحم بطنهم زي ما بيقولوا على المدرسة، وبنبقى الأمة معتمدة أصلا أنا بعت معاه حاجات المدرسة. هنتكلم في الحاجات دي، بس الصبح أول ما يصحى إيه؟ هي الغلطة الأساسية أنه ما يأكلش حاجة خالص لغاية ما يوصل للمدرسة، بيكون فات ساعة أو ساعتين أو ثلاثة كمان على ما تيجي ميعاد البريك أو الفسحة. أيوة. بيبقى خلاص بطنه قفلت، فقد الشهية، يتلهي في اللعب الساعة أو نص ساعة بتاعت البريك، يرجع تاني على حصصه، هو تماما مش عايز يأكل. ودي الغلطة الأساسية. عشان كده بنقول الأم يأكل أي حاجة قبل ما يخرج، إن شاء الله معلقة عسل أبيض، تمرة، بسكوت، قبل ما يخرج في البيت يشرب نص كوباية لبن، ياخد أي حاجة يحطها في بقه، لأن ده هيخلي المعدة تشتغل. يوم يجوع يوم لما يجي وقت البريك، علميا اعتقد ان هي بيدور الحرق، بيدور المكنه، بيشغل المكنه، بيفتح المكنه بالظبط كده، علشان على ما يجي وقت البريك بتاعه يبقى هو مستعد انه ياكل الوجبه بتاعته. لكن لو هو طول الوقت ما حطش حاجه خالص هيستمر مش عايز ياكل، فاقد للرغبه، غير انه هيقعد مش فاهم حاجه. بالظبط كده بقى، ده دي المشكله الثانيه بقى. احنا طيب، احنا هو فتح اليوم واكل حاجه ولو بسيطه. فكره بقى اللانش بوكس والجنك فود كتير او الاكل اللي مش صحي، تنصحي الام بايه لحد ما يرجع ياخد الوجبه في البيت؟ احنا دلوقتي المدرسه بتاخد من 7 لـ 8، واحيانا بعض المدارس الطفل بيقعد 9 ساعات. فاحنا ما عندناش اوبشن انه ما ياخدش حاجه طول الوقت ده، الاختيار حتى الاختيار ده مش وارد. يعني هيقعد اكتر من تلتين الوقت اللي هو صحي بره البيت. لما يرجع، هل حضرتك تتوقعي انه ممكن ياكل كل اللي كان ممكن ياكله طول النهار في 3 4 ساعات قاعدهم في البيت، منهم بقى الوقت بتاع الهوم وورك والوقت بتاع الفاميلي والعيله واللعب؟ مش مستحيل. فانا لازم الوقت ده الاولاني ده بتاع طول النهار يكون متضمن وجبات تحتوي على القيمه الغذائيه والاحتياجات الغذائيه اللي جسمه محتاجها. زي ايه بقى يا دكتور؟ احنا محتاجين ايه في فتره المدرسه؟ الطفل وهو رايح المدرسه في اليوم الدراسي، انا بعمل وجبات شكلها ايه؟ بعمل وجبه اولا تمده بالطاقه وتدي الجسم كل الاحتياجات الغذائيه اللي هو محتاجها عشان ينمو ويبني، لان احنا في مرحله بناء ونمو. ثانيا محتاجه تغذيه للعقل عشان يقدر يركز ويساعد الجسم على الاستيعاب ويركز فترات طويله ممكن توصل لـ 7 8 ساعات. ثالثا محتاجه انواع من الطعام تديني مناعه، لان انا في وسط 1000 طالب في المدرسه و30 40 طالب في الكلاس، يعني لو واحد فيهم عيان الكل هيعيا، فانا كل ده بالنسبه لي مثال لكل طارجت. حاجه يعني الاول حاجه هتدينا طاقه وما تاخدش مننا طاقه، زي الكربوهيدرات اهم مصدر للطاقه بالنسبه للاطفال، اللي هي عيش، مكرونه، العيش او المخبوزات عموما، الحبوب. طبعا كل ما كان المخبوزات معموله من الحبوب الكامله انا كده 100 100. انا عايزه المخبوزات بتاعتي وعايزه الوجبه الاساسيه بتاعتي من الكربوهيدرات تكون حبوب كامله، نبعد على قد ما نقدر عن الحاجات اللي معمول لها اعاده تصنيع. يعني زي العيش البلدي مثلا، وماله العيش البلدي؟ طبق البليله تحفه طبعا، يعني عايزه اخد معاه بليله المدرسه. والله احنا ممكن في كونتينرز كده زي البرطمانات بتتقفل وبتبقى جميله جدا. ايوه صح. ممكن الطفل ياخدها معاه. الساندويتش بتاعه من العيش البلدي ليه لا؟
كل الحاجات دي كمصدر للطاقة أكيد. كل ما بياخد محمرات وكده وبانيهات دي طبعا بتاخد منه طاقة صح؟ طبعاً. الدهون المحمر والمقلي عموما. ما أنا هجيله دلوقتي، بس أنا عايز أسأل سؤال دلوقتي، العيش البلدي جميل وكل ما العيش بقى لونه أغمق معناه أنه هو أحسن، وكل ما كان بيحتوي على الحبة الكاملة بكل المحتويات. يعني مش بنقول حاجات غالية مثلا أو مش في المتناول، العيش البلدي في أي حتة موجود، وده أعتقد من أفضل الحلول على الإطلاق. طب جوه العيش وأعلاهم قيمة غذائية كمان. تيجي بقى الأم تقول لك ايه، قال لها الحاجات الكولد كاتس كلها او الحاجات اللحوم البارده او المصنعه، يعني افتح العيش وارمي الشريحه ويلا على البركه. يا رب الحاجات دي تنتهي من عالمنا، لان اصبح بما لا يدع مجال للشك اللحوم المصنعه بكل انواعها نقولها بس هي ايه، عشان في امه ما تفهمش يعني اللحوم والسلامي والتركي والحاجات المعموله بره، الباسترما السلامي اللحوم المدخنه كلها بانواعها. طب هتعمل ايه الام سامعه حضرتك النهارده تقول لك طب ايه البديل، قولي لي بقى على البديل. لا ما انا هقول لك انها من مسببات السرطان بما لا يدع مجال للشك لانواع معينه، وعلى راسها سرطان القولون. انا بقول الكلام ده وانا يعني حزينه، بس انا عايزه الام تخيف. طب لا دي نخوفها حته كمان ونقول ان بيتحط فيها الوان صناعيه، ما هو كل مكوناتها بقت توابل بايظه، بقت محطوطه كده ضمن عنوان اطعمه مسببه للسرطان. خلاص ما فيهاش فصال، يعني ما ينفعش تفصلي معايا وتقولي لي لا اصل انا جايباها من المحل الغالي ده اللي مش عارفه فين، مفيش كلام من ده. طالما دخلت عمليه تصنيع كتير قوي. احنا تبنينا يا ايمان من هنا بقالنا اسبوع بنعمل الحاجات دي في البيت، يعني شيف محمود بيحاول يعملها لنا جميل في البيت عشان ما تبقاش فيها معارض. ده رائع. احنا نبقى جايبين اللحمه بتاعتنا عارفين عاملينها ازاي، حاطين فيها ايه، طريقة التحضير كمان لازم تكون سليمة عشان يبقى العد البكتيري فيها سليم. والحفظ والحفظ طبعا. احنا دي مشكلتنا مع اللحوم المصنعة في البيت، لأنه مش كل الأمهات بتعرف تعملها بالطريقة السليمة اللي تحافظ على إنها بدون تلوث. حضرتك قلتي في كلامك كمان في حاجات بترفع المناعة. طبعا. زي طبعا الفواكه والخضروات. وأهم عناصر بتمنع بترفع معايا المناعة فيتامين بي كومبلكس، الزنك، اليود، الحاجات دي لازم تبقى موجوده في اكل الولاد وفي اكلنا عموما بشكل يومي، لان للاسف الجسم ما بيخزنهاش، يعني الجسم غير قادر على تخزين الزنك ولا تخزين الفيتامين. لا ترجمينا، يعني الام النهارده تجيب ايه وتشتري ايه عشان تجيب ايه الزنك، ايه مهم مصادر الزنك؟ اللحوم كلها بانواعها، المكسرات، الاسماك، المحار غني جدا بالزنك، ده دي مصادر يوميه، لازم احصل على حاجه من الحاجات دي يوميا. والاوميجا 3 طبعا، والاوميجا عشان الدماغ تشتغل. طبعا ده الدهون المفيده، الدهون اللي احنا عايزين يبقى كل اكلنا منها يا لو قدرنا، اللي هي مجموعه الاوميجا 3 اللي هي اهم مصادرها زيت كبد الحوت، موجودة زي الأسماك وفي التونة الأسماك الدهنية عموما زي التونة والماكريل والسلمون والمكسرات برضو وخط كده تحت عين الجمل وعين الجمل. كل المكسرات الحقيقة غنية بالأوميجا 3. كمان زيت الزيتون والزيتون طبعا من المصادر الغنية جدا بالأوميجا 3. طب ده في المدرسة في مرحلة الصبح، جه بقى في البيت اللي مش هيقدر ياخده في المدرسة أنا بعمله في وجبة البيت. وجبة البيت يعني عايزة أقول إن إحنا لازم نرجع للمطبخ بتاع البيت. يعني يبقى الأكل في الخضار المطبوخ من غير مواد حافظة، في اللحوم اللي هي مش شرط لحمة يعني بالمعنى، بس ممكن فراخ، لحمة، أسماك، المصدر البروتيني للحيوان، المصدر الحيوان البروتيني قصدي. بس بنسبة، يعني إيه نسبة اللحوم؟ يعني طبق عندي اهو عشان نتكلم بشكل بسيط كده، ست احنا قد ايه رز ومكرونه وقد ايه خضار وقد ايه لحم؟ احنا عندنا الطبق بتاعي هقسمه نص وربعين. النص نشويات، الربعين واحد لحوم وواحد سلطه او خضار خضروات خضار. لو انا قدرت اقلل من النص بتاع النشويات ده وازود في الخضار يبقى 3/3 ممتاز. يبقى ده بالنسبه لي كده وجبه صحيه. طبعا بالنسبه للاطفال ما انساش ان انا لازم يبقى عندي 3 وحدات تغذويه من الالبان يوميا. يعني ايه 3 وحدات من الالبان؟ يعني احنا بنسمي الزبديايه الكبيره دي وحده لبن، كوبايه اللبن بنسميها وحده لبن، قطعه الجبنه سواء كانت قريش او اي نوع من انواع الجبن، منتجات الالبان، منتجات الالبان عموما وحده لبن. يعني انا عايزه في اليوم الطفل ياخد على الاقل 3،
يا اما كوبايتين لبن واحده زبادي، كوبايه زبادي واحده لبن وحته جبنه، المهم في الاخر انا عايزه ثلاثه عشان يكون كده اخذ احتياجه من الكالسيوم رقم واحد، رقم اثنين من فيتامين د، من الدهون المفيده، الكالسيوم في كميه بروتين قصدي اللبن في كميه بروتين محترمه جدا. فانا الثلاث وحدات دول بيمثلوا لي قيمه غذائيه عاليه جدا لو اخذهم كل يوم، يبقى انا كده. والبروتين طبعا في بروتين نباتي، يعني لو ما فيش اسماك او لحوم او فراخ او ده بالزبط. بروتين نباتي موجود في العدس البقوليات عموما كلها كده. فنقدر بالزبط. والمشروم طبعا نقدر نحصل على بروتين من كذا مصدر، سواء نباتي لان الولاد ممكن في ساعات للدواعي الطبيه ما بياكلش لحوم او لاي اسباب يعني، فعندنا بدايل. بس انا عايزه اروح للحاجات اللي ممكن تتنكر وتدخل جوه اكل الولاد فهتساعدهم كتير قوي على التركيز والحفاظ على الصحة العامة، زي مثلا بذور الشيا، بذور الكتان، جنين القمح، حبوب اللقاح، الكلام ده كله اللي ممكن احطها لهم في بليلة، في كورن فليكس، في زبادي، في اي حاجة. بالظبط بالظبط، حضرتك قلتي حاجات من اللي بنسميها السوبر فود يعني. أيوة. بذور الشيا، جنين القمح، زيت الكتان، الحاجات دي فعلا من الحاجات اللي احنا عايزين نرجع تاني نحطها في اكلنا بشكل يومي. دكتور إيمان، انت قلتي في كلامك لازم يبقى فيه دهون طبعاً. ايه هي نوع الدهون اللي ما تبقاش ضاره وتبقى سهله احنا العناصر الغذائيه اللي بيتكون منها الاكل بتاعنا عناصر غذائيه اساسيه بنسميها كبيره وحاجات صغيره. الكبيره دي اللي هي البروتين والفاتس او البروتينات والدهون والكربوهيدرات او النشويات. بنسب يعني الدهون موجوده في اكلنا بنسبه لازم تتواجد، ما فيش حاجه اسمها نقول احنا ما بناكلش او مش هناكل دهون. الناس تقول لك زيت احسن، لا الزبده على فكره مش مضره. طب زيت الزيتون، انا مش معترضه على الدهون اللي هي موجوده في اللحوم او في الالبان، لان دي دهون طبيعيه لازم ناخدها. طيب. اللي هو بنسميها الدهون المشبعه. بس بنسبه، مش عايزين نكتر منها، مش عايزين يبقى الجزء الاكبر من اكلنا عباره عن اكل دسم. في دهون لازم نمنعها تماما، لازم تنتهي. ده مهم جدا. الدهون المهدرجة اللي هي الدهون اللي اتعملت من الزيوت النباتية، يعني عملنا السمنة النباتيني او بيسموها السمنة النباتية ليه؟ لانها كانت زيت نباتي وعملوا لها في مصانع عملية هدرجة فاصبحت سمنة، فالام تفرح ان دي سمنه بس رخيصه. بالظبط دي بقى اسمها الدهون المهدرجه، ودي رقم اتنين في الكارسينوجينيك فود او الاكل المسبب للسرطان. يا ساتر يا رب. وايه تاني من الزيوت او المهدرجه دي نبعد عنها؟ دي المفروض نتجنبها تماما. نستخدم ايه؟ الزيوت الطبيعيه، زيت الذره، زيت عباد او الشمس، سمنه طبيعي او السمنه الطبيعي، ما فيش فيه مشكله برضو بكميات قليله. ايه اللي ممكن نفتح فيه وناخد منه براحتنا بقى؟ زيت الزيتون، زيت الزيتون، وزيت الجتان، اللي هو زيت الزيوت عموما اللي هي بنسميها الحميده اللي هي المونو. طيب يعني لا غير مشبعه، بتفضل حميده طول ما هي كده ما تسخنتش يعني، حتى ولا لو تسخنت يا فندم ما فيش فيها مشكله خالص، يعني حتى لو قلينا بزيت الزيتون احسن ما نقلي بالزيت العادي. حتى لو استعملنا في كل اكلنا زيت الزيتون يكون افضل من. وفي ناس بتخلط ما بين عباد الشمس مفيش مشكلة. والزيتون، هو الزيوت العاديه مصدر مش سيء، مصدر جيد بنسب. يعني يبقى احنا قلنا نمره واحد في مسببات السرطان، انا بخوف الامهات وانا بخوفهم. نمره واحد اللحوم المصنعه بانواعها، اي لحوم دخلت عمليه تصنيع فانت مش عارفه اصلها من فصلها في تكوينها، دي مسببه للسرطان بشكل مباشر يعني ما فيهاش فصال. نمره اثنين قلنا الزيوت المهدرجه او السمنه اللي هي النباتي المهدرجه. أيوة. اللي ما تنبسطيش ان دي حاجه رخيصه موجوده فتجيبيها، ففي الاخر احنا بناذي، لانه صحه الاسره كلها مسؤوليه الام في رقبتك ودي امانه. فاكيد طبعا ما فيش ام بتحب ان هي تاذي ولادها، بس ادينا بنقول وبنوعي بنعمل الدور اللي علينا. وساعات نيجي بقى ايمان بتستسهل يعني. يلا حط له في اللانش بوكس شويه حاجات يقرمشها في البريك، مقليات. شويه حاجات تشبعه، مقليات، اي حاجه من تقول لك عشان راح يشتري مقليات من بره هعملها له في البيت، بس ما انت عاملاها ما هي برضو وصلت لنتيجه مش كويسه. الام بقى اللي هي شاريه دماغها على الاخر، خد يا حبيبي فلوس
وروح هات اكل من المدرسه. في نوعين من المدارس، في المدارس اللي هي اللي زينا كده يعني، اللي هي عندهم حوالين المدرسه في محلات بقى فول وطعميه شغال، برجر، مش عارفه ايه، حاجات اللي هي حوالين المدرسه دي، الناس اللي بتيجي تسترزق دي. وفي مدارس بقى اللي هي الغاليه قوي دي، عندهم جايبينها لهم جوه عشان هم دافعين بقى ومصرفين، فحاطينها لهم جوه المدرسه، الحاجات دي جوه. فدول موجوده عندهم ودول موجوده عندهم، وهي ست بتدي فلوس وبتشتري دماغها وتكمل لهم. انا عايزاكي توجهي لها رساله شديده اللهجه. حرام عليك، بس كده، الله يسلمك. حرام عليكي، لانه احنا صحه ولادنا امانه. لازم الطفل يبقى عنده قدوه، لازم الطفل يبقى فاهم ايه الصح وايه الغلط، وده من خلال انه بيشوف ده في سلوك الام والاب. ما ينفعش انا طول الوقت اقول ما ينفع المشروبات الغازيه مضره وهي موجوده في الثلاجه طول الوقت. ما ينفعش اقول احنا مش عايزين الفاست فود واحنا كل يوم بنطلب فاست فود. ما ينفعش اقول ان احنا مش عايزين زياده في الوزن ونحافظ على اكلنا وناكل صحي وناكل خضار وفاكهه وبنلاقي انه ده ما بيحصلش في البيت. انا عايزه قدوه، عايزه الطفل يبقى مدرك هو المفروض يعمل ايه. هو ده اللايف ستايل بتاع البيت اللي هو طالع منه، لانه حتى اذا في خلال مرحله وجوده في المدرسه ابتدائي واعدادي بيتغير شخصيته، بيتعرف على اصحاب، بيأثروا فيه، بيبقى عايز يجرب، بيبقى عايز يدوق، بس هو بيبقى عنده المعلومه، عنده لايف ستايل، عارف هو بيعمل ايه وما بيعملش ايه، فما بيبقاش بيعمل ده باريحيه، بيبقى عارف انه في حاجه غلط. انا هشرب النهارده او هاكل النهارده فاست فود وكده، بس انا مش هعمل ده طول الوقت، انا هعمله بشكل استثنائي، وانه ده مش العادي بتاعنا، وانه ده مش الاكل الصحي، وانه انا بعمل حاجه غلط. فعشان كده بنبدا بانه الاسره هي وحده البناء، لازم تكون والريموت كنترول مع الام دايما. بالظبط. طيب. حضرتك ذكرتي الجبن وانواع الجبن المهمه ان احنا ناخدها. الولاد في انواع جبن بتبقى في علب وفي ميه وفي ورق يعني ايه اسلم حاجه عشان الحفظ برضو الجبن دي. والجبنه الرومي اللي كل الناس بتحبها دي، اعتقد انها خطيره. يا رب يعني الكلام ده يوصل لكل الناس. اي جبنه مكتوب عليها جبنه نباتي الدهن معناها ايه يا استاذه ايمان؟ معناها ايه نباتي الدهن؟ يعني انا جبت اللبن واخدت كل الدسم الطبيعي بتاعه، شلته وحطيت مكانه سمنه نباتيه، اللي هي اياها اللي كنا بنتكلم عنها من شويه. ما عرفتكش انا كده بقى. الكارثه انه الناس متخيله انها لما يكتب عليها نباتي الدهن انها بقت صحيه وبقت مفيده وبقت خفيفه وبقت بقى هي في الحقيقه حصل ايه؟ ده حضرتك بتغيري المفاهيم خالص، بتصححيها. شوفي تخيلي نباتي الدهن تعني ان احنا شلنا الدسم الطبيعي اللبن بكل فوائده بكل محتوياته وحطينا مكانه زيوت مهدرجة. ده كلام خطير جدا وطالع من المعهد القومي للتغذية يا جماعة، ده كلام يعني من وزارة الصحة. أيوة. يعني لذلك مش طبعا ما فيش مقارنة في السعر ما بين دي اللبن اللي مكتوب عليها طبيعي 100% اللي هي من الألبان الطبيعية اللي هي بتتعمل من كل خير اللبن، مختلفة تماما عن اللبن اللي مكتوب عليه نباتي الدهن. ده سعر وده سعر، اكيد في فرق. يعني ما اجي اشتري الجبنه اجيبها اللي هي متعلبه ولا اللي هي سايبه احسن؟ بصي، قصه معلبه او لا، طبعا المعلب بالنسبه لي انا في اجراءات الصحه والسلامه وانها ما تبقاش ملوثه، اكيد المعلب افضل. ما فيش ايدين كتير مثلا. بالظبط. انا اذا ما كنتش ضامنه متاكده 100% الجبنه السايبه دي اتعملت فين واتعملت ازاي ومين اللي عملها، هيبقى مصدر لمجموعه من الامراض ليس لها اول من اخر. فانا ما بنصحش بيها طبعا الا يعني اذا من مكان مضمون، يعني جبنا بقى الجاموسه عندنا في البيت وقعدنا نعمل او من مكان مضمون او مكان مضمون. كانت الجاموسه معرفه يعني. ايوه بالظبط كده. طب بس في نقطه، ما يجي حد تاني يقول لك طب ما الحاجات المعلبه او المحفوظه اللي بتقعد بالشهرين وبالسنه، طب ما هي ممكن يكون فيها مواد حافظه برضه تبقى مش ممكن مؤذية. ده لازم طبعا، ده لازم. طب انا اختار اي من الضررين بقى ولا اعمل ايه؟ يعني هي المعادله صعبه والاختيار فعلا بيبقى احيانا كتير صعب، الحاجة اللي بس احنا بالظبط على قد ما نقدر نختار المنتج اللي هو مكوناته بالنسبه لي يعني زي ما قلت كده بيحتوي على الحاجات اللي انا عايزه تبقى موجوده، مش عايزه نباتي الدهن، مش عايزه خالي من الكالسيوم، مش عايزه مضاف اليه، مش عارفه ايه، على قد ما اقدر. في حاجات في السوق بتبقى فتره صلاحيتها اقل من غيرها، فدي بتبقى افضل. حاجات بتبقى المفروض تتحفظ في الثلاجه افضل من الحاجات اللي بتتحفظ على الرف، لان دي مفترض انها مواد الحافظه اللي اتحطت فيها اقل.
يعني مدة الصلاحية بتتناسب طرديا مع كمية المواد الحافظة الموجودة. أكيد. يعني كل ما مدة الصلاحية بتاعتها تبقى كبيرة معناها ان المواد الحافظة المحطوطة فيها اكتر. وبالتالي زي ما بنقول بصي للتاريخ يعني يبقى يعني منتج جديد ما يكونش قديم صلاحيته جديدة. لسه بيأكدوا برضو بيطلبوا على صفحتنا في الحاجات اللي بتعلي الذاكرة. حضرتك ذكرتي المكسرات وايه تاني ممكن يعلي الذاكرة او يخلي الولد قاعد مركز في المدرسة؟ رقم واحد الزنك اللي هو موجود في المكسرات وفي المنتجات البحرية كلها وفي اللحوم وفي الألبان وفي البيض، موجود في كل حاجة، بس احنا لازم ناخد منه الجرعة اللي جسم محتاجها يوميا. للأسف ما بيتخزنش، فاحنا محتاجين الجرعة بتاعته بشكل يوم. رقم اتنين البروتين، لأن أنا أهم حاجة هتوقف عندي عمل الدماغ والذاكرة الأنيميا، واحنا ما شاء الله يعني يعني موجوده في اللحوم، موجوده الانيميا في وسط اولادنا بنسبه عاليه. هل نقص الهيموجلوبين بالنسبه لنا كشعب مصري ده حاجه جيناتك ولا احنا بنعمل حاجه غلط؟ ما حدش يقدر يقول ان النقص الحديد طبعا جيناتك او الانيميا عندنا في الشعب المصري جيناتك، ده شيء مش منطقي ومش مقبول. الانيميا مرض تغذوي بيعتمد بالشكل الاساسي على عدم حصول الجسم على احتياجاته من الحديد وبعض العناصر الاساسيه اللي لازمه لتكوين عمليه الهيموجلوبين. فاحنا لو بناكل صح اكيد مش هيبقى في انيميا. لكن الانيميا بتاثر سلبا على الذاكره وعلى الاستيعاب وعلى القدره على التركيز طبعا. احنا يفضل كمان ان احنا نعمل، يعني احنا واخدين كده اتجاه بقالنا اسبوع، شوف محمود بيعمل مثلا الروست بيف في البيت، يعني ازاي نعمله في البيت بطريقه بسيطه. ادي لحمه ممتاز وبارده ولطيفه ومعموله في البيت، تخلص في خلال الاسبوع، ما تتخزنش برده مده طويله في الفريزر ولا كده، ويتفضل انها تكون فريش. وعملنا كل انواع المخبوزات والبيتزات وكل حاجه ما شاء الله. لا المطبخ يعني بتاعك مطبخ رائع. انا نفسي بيعجبني جدا، بيقدم للام حلول رائعة وبدائل كتير قوي. احنا هنقدر نعمل كل حاجة بس ما نكسلش. ايه اهم الاخطاء الام ممكن تكون بتقع فيها في المطبخ فبتأثر بالسلب طبعا على صحة ولادها او الناس اللي في البيت بشكل عام؟ عادات الام السيئة في المطبخ كتير الحقيقة. انها تغلي او تقلي في الزيت اكتر من مرة، دي حاجة وحشة قوي قوي قوي. يعني وغليان الطبيخ كمان، يعني وان احنا بيقولوا لنا انتوا بتقتلوا الطبيخ ده، مقتول ده ميت. الخضار يا ريت ما يبقاش يعني مطبوخ قوي كده، لان ده بيفقد جزء كبير من فايدته. يا ريت نتعود ان احنا ناكل سوتيه، ناكل حاجه من غير ما نبقى اتكينا عليها قوي في الطبيخ بالطريقه دي. سوى خفيف وملح خفيف كمان بالظبط. كمان من اخطاء الام الشائعه في مطبخنا ان احنا بنسيب الاكل على البوتاجاز لغايه ما يبرد خالص وبعدين ندخله الثلاجه، ودي حاجه غلط. يعني او لحد ما اخر واحد في البيت يرجع من بره عشان ياكل. بالظبط كده. او اخر الليل بقى واحنا داخلين ننام يا جماعه شوفوا ايه في يعني برده دي حاجه غلط، لان ده بيخلي درجه حراره الاكل تبقى في الدرجة اللي بتخليها ينمو فيها البكتيريا والعدوى. فحتى لو ما بانش ان هو باظ، بس هو اصبح العد البكتيري فيه اعلى من الطبيعي. طيب. او اعلى من المطلوب. دكتور ايمان حبيب ما قلتلناش ايه العصاير اللي ممكن ياخدوها معاهم، وهل تعتبر العصاير ميه ولا لازم كميه ميه معينه؟ الميه، خلينا نبدا بالميه عشان الميه اهم بصراحه. الطفل بيلعب، بيبذل مجهود، بيعرق في حركه، بيفقد جزء كبير من السوائل اثناء الحركه دي. الميه لو عطش، لو معنى انه يفقد الجزء من السوائل يعني عطش، لما يعطش ده معناه انه فقد من 4-5% من الميه اللي في جسمه. مجرد ان يحصل هيقلل تركيزه بدرجه عاليه جدا، مجرد انه انه يعطش معناها ان الميه هتدي تركيز. بالظبط. فانا لازم احافظ طول الوقت على ان الطفل ده يبقى معاه الميه بتاعته، وانه يبقى مصدر الميه اللي هو بيشربها ميه امنه، يعني يبقى معاه الزمزميه او ازازه الميه بتاعته وعارف هيملاها منين لما تفضى، ويبقى المصدر بتاع الميه في المدرسه امن. ولازم طول الوقت نقول له اشرب، ما تسيبش نفسك تعطش، ما تسيبش نفسك توصل لمرحله العطش. ايوه انا عايزه بروز قوي الجمله دي، لانه العطش معناها ان هو اوريدي دخل في مشكله. بالظبط. لان احنا المفروض نشرب مش لما نعطش. احنا نشرب وخلاص عمال على بطال كده. يعني دي اول حاجه، لكن ما نعتبرش ان العصاير ميه. العصاير ميه، العصاير من ضمن السوائل يعني الجسم محتاجها. لو شرب عصاير كتير وما شربش ميه، عصاير ايه هيشرب ايه؟ هي لا بديل. هنحط ايه بقى في العصاير؟ انا ما عنديش مشكله يشرب عصاير، بس طبعا نتجنب العصاير المضافه ليها سكر.
نتجنب العصائر المضاف اليها الوان مواد ومنكهات ومواد حافظه. تمام. والله اذا تجنبنا دول نشرب بقى عصير مفيش مشكله. والاحسن من ده كمان اللبن. يعني يا ريت تكون كوبايه اللبن او حتى لو كان عليه فليفر او منكهات او شوكولاته وكاكاو او لبن بالموز لبن بالفراوله مفيش مشكله خالص. بالعكس دي حاجه افضل من ان احنا نشرب عصاير بمعناها المفهوم. لكن الميه بالنسبه لي هي رقم واحد. رقم اتنين اللبن لازم يكون له ثلاث حصص منه، شربنا واحده في المدرسه او واحده قبل ما نخرج، واحده اول ما نرجع، واحده قبل ما تنام، يبقى ممتاز. او حتى لو هياكل كيكه مثلا او حاجه بيبقى داخلها لبن او مخبوزات ساعات بيبقى داخلها لبن وبيض وكل انا بس عايز اسال معلش سؤال اخير. اخر وجبه المفروض الطفل ياخدها في اليوم قبل النوم عشان اضمن ان في تمثيل غذائي صح حصل امتى؟ يعني ميعادها امتى قبل النوم بقد ايه؟ وقف اكل بقى يعني مش شطاره ان احنا ناكل بعد كده. عندنا قاعده في الاطفال بالذات بتقول انا بحب اعشي الطفل بدري عشان ينام بدري علشان على الفجر يكون معدلات هرمون النمو في اقصى تركيزه. جميل جدا. هرمون النمو بيطلع في الفجر بشرط نكون نايمين بدري. البدري دي الساعه كام؟ الساعه يعني يكون نايم ست ساعات قبل الفجر على الاقل. اوكي. ويكون متعشي قبلها بساعتين. يعني يتعشى ثم ينام بعد 10 بساعتين. 10 بالليل. وعلى الفجر يكون فات ست ساعات نوم. يتعشى ليه بقى؟ لانه ده اقصى حاجه هتطلع لي هرمون النمو. اللي هو ده بالنسبه للاطفال بس ولا للناس كلها؟ التقزم ده لمتبنيات الدوله طبعا. هو احنا كبار كمان بيطلع عندنا هرمون النمو احنا محتاجينه لانه ده هرمون مسؤول عن التجديد. صحيح. خلايا الجسم بس طبعا هو معدلاته في الاطفال اعلى. اعلى. ودوره في الاطفال اعلى. هرمون النمو كل حاجه بقى العظم والعضلات والخلايا وكله، لكن احنا في الكبار دوره محدود شويه لكن برضو بيطلع بنفس الطريقه. شكرا لحضرتك دكتور ايمان حبيب استاذ الاطفال ورئيس قسم التغذيه الاكلينيكيه بالمعهد القومي للتغذيه. نورتينا وشرفتينا وشكرا على المعلومات. ولينا لقاءات اخرى ان شاء الله. احنا لسه في المدارس. انا سعيده اني معاكم ان شاء الله. شكرا لحضرتك. ربنا يكرمكم ويجعل عيني خطوه عزيزه يا دكتور. نطلع لفاصل واسمحوا لنا نكمل بعديه فقراتنا النهارده. اوعى تروحوا في اي حته. كتير مننا فاكرين حملات الفنانة كريمة مختار والزنانة سناء يونس اللي كانت كلها رسائل مباشرة لكل ست بتناديها بتنظيم الأسرة. حكايات كتيرة قوي وقصص ومواقف وكواليس كان بطلها الرئيسي هو ضيفنا النهاردة، ضيفنا الكريم الدكتور فرج الكامل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وخبير الإعلام السكاني ومؤسس حملات تنظيم الأسرة في الثمانينات والتسعينات لو بعضنا فاكر. النهاردة بمناسبة اليوم العالمي لتنظيم الأسرة اللي بيوافق 26 سبتمبر من كل سنة، فعشان كده هنعرف أكتر عن دور الإعلام في مواجهة الزيادة السكانية. أهلا بحضرتك دكتور فرج الكامل، منورنا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور. أهلاً فرج سهلاً. وخطوة عزيزة. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. طبعا الحملة بتاعت ماما كريمة مختار في وقتها في الثمانينات والتسعينات والزنانة سناء يونس حملة برضو كانت مهمة وكانت مؤثرة جدا واستخدمت الأمثال الشعبية الدارجة أو ثقافة المجتمع في الوقت ده. هل لغة الحوار ما بين وسيلة الإعلام والمواطن المصري أو الست المصرية وقتها هي نفسها تصلح للنهاردة ولا المفردات المفروض تتغير على حسب تغير الوضع العام أو الأفكار؟ خلاص المحتوى ده ما يصلحش للنهاردة مع أنه وقتها كان جايب نتائج كويسة قوي. هو سؤال جيد الحقيقة، وما نقدرش نقول يصلح أو ما يصلحش إلا لو احنا استخدمنا نفس المنهج اللي اتبعناه وقتها. وهو إيه؟ إن احنا نروح للناس ونسألهم ونسمع رأيهم ونسمع مصطلحاتهم. واحنا استعنا في الحملات دي بابحاث كتيره جدا، نوعيات بنسميها ابحاث يعني كيفيه او نوعيه، حاجه اسمها فوكس جروب ديسكشنز، ان احنا بنقعد مع المجموعات مختلفه من الستات ونسمع وناخد حتى من الكلمات اللي هم بيقولوها الالفاظ بتاعتهم في ثقافات مختلفه في ثقافات مختلفه، بس بنكون محددين احنا الجمهور المستهدف بتاعنا من الحمله وبنروح للفئات دي ونعرف. فربما واعتقد انه ده ممكن يكون يعني حاصل انه ما تغيرش كتير في المصطلحات دي وفي الكلمات دي عن وقتها. ممكن تكون في كلمات جديده، يعني
أنا في إحدى الدراسات اللي عملتها مثلا درست التعبيرات بتاعة مصطلحات الشباب في وقت من الأوقات، كان دراسة لليونيسف. اتغيرت دلوقتي، في مصطلحات جديدة دخلت على الكلام اللي احنا عملناه وقتها، ولكن لازال كتير منها موجود حتى الآن. فالأهم من كل ده هو أن احنا، وده ممكن حضرتك نتكلم فيه أكتر، المدخل نفسه اللي احنا اتبعناه عشان نطلع المصطلحات اللي قلناها دي، لو اتبعنا نفس المدخل هنشوف المصطلحات دي موجودة أو نشوف غيرها. طيب احنا معانا حاجات هنشوفها عشان نفكر، تمام. يلا يلا نشوفها ونرجع نشوف الى اي مدى النهارده بعد ما فات سنين طويله قدر الاعلام ان هو يقنع الناس بتنظيم النسل وحمله الست كريمه مختار. نشوفها ونرجع تاني. اللي انتوا عايزين تعملوه ده ممنوع لانه خطر على البنت. ليه يا دكتور ليه؟ هو بصابوس يتعايب يا طب العين امه داري اقفل اقفل حلو. بس طويسي ملوش دعوه بده يا بنتي، اكتر مشاكل في الولاده بتيجي للي بيخلفوا قبل سن العشرين، وكمان اطفالهم بيكون عندهم مشاكل صحيه كتير. الحمل السليم في السن السليم. ست الدكتور، يا ست الدكتور، يا ريتك قبل ما تسافري تقعدي مع رجالتنا ولو ساعه زمن واحده، فهميهم ان الستات هي الاخرى نعمه، نعمه لازم تنصان، قولي لهم احنا لا مكن ولا ارانب خلفه وبس. شوفي يا دكتوره، أنا سمعت في الراديو إن الحمل ممكن يحصل والواحدة بترضع، أمي بتقول إن الراجل اللي في الراديو غلطان. أيوه غلطان وستين غلطان. طب العقل كده يا ست الدكتور، لما يكون راديو ترانزستور وقد الحق والراجل اللي جوه مزنوق فيه مش قادر يفرفر منه ولا يفلفص، يتكلم إزاي؟ كلام إيه ده يا أم سيد؟ معظم الستات ممكن يحصل لهم حمل حتى لو كانوا بيرضعوا، وعشان كده لازم الزوجه تستعمل وسيله مضمونه علشان ما يحصلش حمل وهي بترضع. بص يا حماد، بصيت يا كسبان، مش احنا بنخف شجر القطن؟ امسكي امسكي انت يا اخوي، مش احنا بنخف شجر القطن وبنسيب مسافه بين كل شجره والتانيه علشان يصحوا ويطلعوا جداد؟ اهو العيال كده برضه، لازم نسيب فتره سنتين ثلاثه بين كل عيل والتاني علشان ياخدوا براحهم ويصحوا. ومنين بقى اتعلمت الحياه النوره دي يا جوز بنتي؟ منك يا حماتي. مني؟ هنخلص الكشف واقول لك على الوسيله اللي تناسب سنك وصحتك. ومالها الحبوب؟ ممتازه ممتازه جدا، ما فيهاش اي حاجه. بس بالنسبه لحالتك انتي، انا افضل لك وسيله تانيه. يا ريت ان سنك عدى ال 35 سنه. يعني معنى كلامك ان اللي يصلح لواحده ما يصلحش للتاني؟ طبعا كل واحده ليها الوسيله المناسبه ليها. يا ريتني كنت جبت لك ملاو. فكرتونا بحاجات جميله والله. طبعا لكن كنت بسال حضرتك قبل الفاصل او ما نشوف التقرير، لاي مدى وصلنا ان احنا نوصل المعلومه للناس؟ يعني النهارده فعلا احنا لسه بنقول الكلام ده، نسيبي فتره معينه عشان صحه الام وصحه الجنين، وكنا بنناقشها في برنامجنا. لكن خلينا نقول في الثمانينات والتسعينات وصلنا بنسبه كبيره للوعي. هو الحقيقه يعني في بيانات موجوده دلوقتي من الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، وفي داتا بانك بتاع البنك الدولي. لو اي حد يعني دخل على الموقع مثلا بتاع البنك الدولي وشاف البيانات الخاصه بالنمو السكاني بتاع مصر، هيلاقي ان الفتره اللي احنا اللي حصل فيها الحملات دي فتره مختلفه عن كل اللي قبلها وكل اللي بعدها. حصل فيها دروب، انخفاض شديد جدا في نسبه المواليد، قل فيها النمو السكاني بنسبة 24-25%، قلت نسبة الزيادة. كان ده نتيجة لأنه الناس الرسائل دي أثرت فيها، وزاد معدل استخدام وسائل تنظيم أسرة في الفترة دي بنسبة 50%. كويس جدا. الرسائل دي هي طبعا كان في أسباب كتيرة أنها أثرت، انها زي ما حضرتك شفتي كده انها كانت بتخاطب الست برساله بسيطه سهله واضحه مفهومه عن حاجه تهم الست من واقع الدراسات اللي احنا عملناها. شفنا حطينا ايدنا على ايه المشاكل الموجوده. من المشاكل اللي كانت موجوده الشائعات الكثيره جدا اللي لسه
دلوقتي وهنشوف ليه لسه موجود. الـ 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 الجهل الجهل يعني للأسف الشديد في ناس بيسموا أو بنسميهم متخصصين يقولك نسبة المعرفة بتنظيم الأسرة يا جماعة عالية جدا، معرفة باسم الوسيلة فقط، لكن يتعامل ازاي مع الوسيلة دي؟ لقينا مشاكل كانت موجودة كتيرة جدا. هنا مثلا ركزنا لازم تاخد الوسيله حسب السن بتاعك، حسب ظروفك، مش كل واحده ينفع لها، مش كل واحده ينفع لها نفس الوسيله. والتشبيه الست بالارض بالنسبه للناس اللي تمام قيمه الارض وازاي تزرع الزرع عشان تجني زرعتها ومحصولها صح، فانا بقرب لها الفكره حسب أيوة. البيئه او حسب المناخ اللي هم عايشين فيه. بس ده جميل قوي اللي كان بيقولها راجل، يعني الزوج أيوة. هو اللي بيقولها أيوة. يلا انا عايز عيال وعايز ولد وبتاع، ده هو فاهم ان دي يعني المسافه بين البيبي والبيبي بتحافظ على صحته بالظبط طبعا. ودي كان من يعني احنا في مقصودة اعلان اخر خلينا سوري يعني الفلاح هو اللي يقول للمذيعة ايوه كويس بلغة الارض والحرف بلغة الارض يعني احنا كان مثال عن برضو محصول اخر احنا الدورة اظن كان وقتها بيعملوا نفس الشيء اللي بيعملوا هنا وكان في الصعيد فبيشبه لها فكرة السبيسنج او التباعد الولادات بما يفعلونه في حياتهم بيتكلموا بلغته كمان بيتكلموا بلغته يعني بين الزرع والزرع او بين المحصول والمحصول وبين الزرع النبته نفسها او البذره أيوة والتانية أيوة فهي هنا انت قربت لهم الصوره بس وقتها كان الاعتماد على الوسائل اللي موجوده وطبعا كانت وسائل تنظيم الاسره واللي بتناسب كل ست وبتختلف من ست للتانية مختلفه خالص عن اللي موجوده النهارده اللي موجوده النهارده اعلى وفيها ضمانات اكتر وفيها تنوع كمان. وقتها كان الاعتماد على الإعلام المسموع راديو ومقروء كان الجرايد والمجلات يعني المرئي المسموع والمقروء والمرئي. النهاردة عندنا شريك تاني، أولا عندنا دراما وسينما وده موجود من أيام أفواه وأرانب وغيرها والأعمال المحترمة قوي اللي اتعملت وقتها، بس عندنا شريك مهم اللي هو السوشيال ميديا. إزاي أقدر إن أنا أستخدم السوشيال ميديا في إن أنا أخليها من ضمن وسائلنا إن إحنا نقدر نوصل درجة توعوية عالية بالنسبة للمواطن اللي بيشوفنا؟ وهنا المواطن بتكلم على راجل وست لأن الاثنين شركاء في موضوع زيادة النسل. مظبوط. وطبعا برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا برضه شريك مهم أكيد يعني أكيد. بالظبط، والرجالة برضه ما يعرفوش يكذبوا فعشان كده خطبناهم. كلنا احنا ملايكه والله. خطبناهم، خطبنا الزوج وخطبنا الحما وام الزوجه وخطبنا العمده وخطبنا الناس المؤثره لسه لان دول اللي بيأثروا فعلا فيهم بالظبط. فلانه هي ست احنا عملنا يعني حاولنا الحمله كان الهدف الفوكس بتاعها تمكين الست من المعلومه في حملة احنا عملناها قبل كده في الواقع. انا خدت كريمة مختار من الحملة الاولانية اللي انا عملتها بتاعت الجفاف وجبتها الحملة دي بعد ما كانت ماما كريمة في حملة الجفاف بقت الدكتورة كريمة هنا. أيوة. غيرنا الـ 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 الدور بتاعها. ولكن مثلا بداية حملة الجفاف كان الست بنخاطبها بغاية الاحترام عشان تمكنها وكنا عملنا برنامج اسمه الست الواعية. فده كان وكان في تعليمات يعني مني كرئيس للحملة دي انه لابد انه نتكلم عن الست بمنتهى الإيجابية. انا اقصد يا دكتور مش بالنوم كسوشيال ميديا بقت معانا أداة جديدة دلوقتي موجودة فعليا على الأرض نقدر إن احنا نستخدمها ونوجهها عشان نقدر نحقق التارجت أو تمام الهدف بتاعنا. تمام. نقدر نعمل إيه من خلال السوشيال ميديا؟ أنا يعني السوشيال ميديا هي مغرية جدا إن احنا نستخدم السوشيال ميديا. تمام. ولكن بنفس الأسلوب العلمي اللي احنا اتبعناه اللي هي الأودينس ستاديز. مين من الجمهور المستهدف بتاعي موجود في السوشيال ميديا؟ أنا الجمهور المستهدف بتاعي معظمه ليه خصائص اجتماعية وثقافية وتعليمية واقتصادية معينة. بيتفرج على التلفزيون بس وخلاص أو مسلسلات في الدش مثلا. بالظبط. يعني حضرتك من الأسباب نجاح الحملات دي إن احنا حتى في البث بتاعها اخترنا توقيتات معينة وكانت تركيزنا عليها. هنا في السوشيال ميديا بالتأكيد في بعض الفئات من الجمهور المستهدف بتاعنا مستهلكة للسوشيال ميديا، لكن
مستهلك الايه بالظبط في السوشيال ميديا؟ يعني مثلا في حضرتك في الحمله بتاعه فيروس سي كان في رسائل بتروح للناس انه انتوا الحمله هتبقى عندكم رسائل على التليفونات يعني على التليفونات فاه النيو ميديا يعني يعني مش لازم بس السوشيال ميديا في الموبايل اس ام اس بس ما نستخدمهاش كنوع من الكسل ونستسهل. حضرتك كنت بتكلم عن الشائعات في كلامك، هتواجهوا الشائعات ازاي والمعتقدات الخاطئه؟ كنت بتعملوها في الزنانه مع سناء يونس، المعتقدات الخاطئه والاشاعات بتواجهوها ازاي دلوقتي بزماننا وبادواتنا؟ ده سؤال حلو جدا، لانه سناء يونس هي نفسها كانت حامله الشائعات اللي هي شخصية الفتاي أو الفتاية اللي موجود عندنا في كل حتة، موجودة في كل حتة. فهو إحنا في مثل بيقول إنه يعني كبروا عشان تعرف تضربوا. فإحنا خلينا سناء يونس تقول الكلام ده عشان أقدر أرد عليه. فهو طبعا في قواعد كتير قوي في إزاي نرد على الشائعة، وقابلتنا في حملات اخرى في التطعيم حتى في شلل الاطفال والكلام ده، وكان في اساليب اخرى للرد عليها حسب حجم الشائعه ومدى انتشارها ونوعها ومدى تاثيرها. فالشائعات اللي موجوده عن تنظيم الاسره دي كانت خطيره جدا لانها كانت منتشره بين ناس كتير، وكنا عارفين انه لها اسباب وهنعرف نرد عليها. وكان من اسباب الشائعات دي انه زي ما حضرتك شفنا كده في الاعلانات دي بتقول لها مثلا ايه انه كل سن وليه الوسيله المناسبه. فلما الست في سن معينه بتستعمل مثلا حبوب منع الحمل ممكن تعمل لها اثار جانبيه. بالظبط. طيب او انه الست مثلا شائعه لانه طيب وانت بترضعي بقى مش محتاجه تستعملي اي وسيله فتحمل. لا انت قايل في الفيديو ممكن تحكي. فاحنا شوف دي كميه المعلومات والشائعات الموجوده لازم نعرفها هي ايه بالظبط ومنتشره فين وتاثيرها ايه على تنظيم الاسره. وكمان حضرتك قلت انه في دراسات ميدانيه من خلال ان احنا بنقعد مع مجموعات في محافظات مختلفه لانه في ثقافات مختلفه عندنا طبعاً. تنوع ثقافي خطير الحقيقه في مصر. وقلت انك بتدرسوا المفردات والمصطلحات الجديده والامثال الجديده والشائعات الجديده. طب ما عايزين نطلع على الجديد يا نعمل ابحاث جديده يعني. هو فعلا ايه المصطلحات الدارجه دلوقتي او الاشاعات الدارجه او المفردات الدارجه اللي ما كانتش موجوده قبل كده؟ بالنسبه لتنظيم الاسره برضو انا هي يعني مش هعمل عكس اللي انا بوعظ بيه. انا بوعظ انه لابد من ان احنا نعمل بحث علمي. ما نفتيش. فانا مش هفتي. لابد عشان اعرف ده لازم اعمل له ابحاث متخصصه واقدر. في حمله الجفاف انا استعملت مثلا لفظ اسمه لبن السرسوب. لبن السرسوب ده انا عمري ما كنت اعرف الكلمه دي انا نفسي. بس انا عرفتها من خلال البحث العلمي. وكانت مقنعه جدا للناس وكانوا بيضحكوا ازاي عرفوا ان احنا بنقول كده. طب اكيد العلم تطور كمان يعني في حاجات اكتشفت. يعني ايه المستحدث منها دلوقتي يا دكتور؟ في الوسائل؟ لا كمان زي معلومه السرسوب او معلومات عن جسم المراه او كذا، الدنيا اختلفت. فالنهارده نستخدم نواجه ده بايه؟ بحاجات ما هو حاجة. هو يعني على فكره ما حصلش اختلاف كبير، احنا مجتمع على فكره يعني المجتمع المصري فيه ثبات، فيه استمراريه. فمش هتلاقي حضرتك اختلافات والله كتيره جدا على مدى لسه الامثله الشعبيه مأثره بالسلب على الموضوع يعني الثقافه نفسها. والله هي الامثله الشعبيه برضه الروبوتيه خايبه بالعيال ومش بالعيال احنا عملنا ده كاعلان وردت عليها وقالت لها الكلام ده كان زمان. وشوفي حتى من وقتها قالت لها الكلام ده كان زمان. فدلوقتي ما بالك هتقولي كان من زمان الزمان بقى. لكن هو طبعا في حاجات لا تتغير بسهوله. الحاجات المرتبطه بالكالتشر بالثقافات بتاعه المجتمع. يعني حمله 2 كفايه عشان يتعلموا كويس غلط. عشان معلش ليه هرد ليه عليها بقى مش هسكت. يعني 2 كفايه هنا دخلنا في نور احمر كده نور عندي ليه بقى يا فندم؟ ليه حضرتك
ما تقوليش ابدا للناس اتنين كفايه ولا ثلاثه كفايه ولا واحد كفايه، خلي هو يقرر، لكن ما تقولي لهوش. طب نقوله عشان جوده لا الحياه. لا هيقول لك لا هيعاند معاكي. مش الرساله كده بتاعت يعني انت حضرتك بطل تخلف. حضرتك بتقولي له اتنين كفايه عشان ايه؟ عشان يبقى يعيش في جوده حياه كويسه، يعلمهم كويس، يلبسوا كويس. ما هي دي، قولي له يعني مثلا هنا احد الحاجات اللي انا اديتها للاعداد في رسم بياني على تاثير تباعد الولادات على وفيات الاطفال. التباعد بشكل كبير يعني لما يبقى فرق السن كبير. حضرتك لم لو 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 الست خلفت قبل ما يعدي سنتين على الطفل اللي هي خلفته احتمالات وفيات الطفل مع احتمالات وفيات مسافة. لو عملت مسافه حضرتك الجراف مش عارف عندهم يعني اكيد وده اللي كان بياكده دكتور حسام عبد الغفار كان معانا من اسبوعين واكد ده. فحضرتك ما تقوليلهوش بقى اتنين كفايه، هو خليه يستنتج دي، هو يستنتجها. لكن تحديد العدد بيدخلك في مشاكل كمان مع المتحدثين. في ناس تقدر وعندها الولاد عزوه طبعا مثلا ويجيبوا خمسه وسته مثلا يعني مثلا مش مشكله، بس يسيب وقت معين بين البيت. لكن لو احنا كلمنا الناس من الناحيه الصحيه اللي هي حقيقه يعني تاثير مثلا كمان زواج البنت قبل سن ال 18 الانجاب وتاثيره الصحي على وفاه اطفال اللي هي هتخلفهم. يعني حضرتك هنا كمان احنا معانا الرسم بين اللي حضرتك اديته اللي معانا لو نحطه كمان اهو كلمنا عنه يا دكتور. ده الرسم البياني ده تاثير الحملات اللي هي بص حضرتك سنه كام في النص كده هنا من سنه 85 اللي هو كان وصل معدل النمو السكاني يعني الى نسبه عاليه جدا اللي هي في النص شوفي نزل ده النزوله الكبيره قوي دي الحملات اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتاعت الزنانه وكريمه مختار تسببت في هذا. وطلع تاني ليه بقى؟ طلع تاني لانه ما حدش عمل حاجه مؤثره بعد كده، عمل ازيد من الاول لانه قعدوا بقى يتكلموا على يعني اكيد فتره في فتره حضرتك كانوا يعني هي تنظيم الاسره الاعلام. طب وده يا دكتور ده برضو الفتره نفس الفتره اللي احنا شفناها دي الخط اللي في النص يعني اول اللي على الشمال اول مربع اللي على الشمال اول مربع ده نسبه الزياده 76 نسبه الزياده 85 السكانيه في الفتره دي اللي بعديها برضو نسبه الانخفاض اللي حصل في معدل النمو السكاني في الفتره من 85 ل 92 93 تمام. شوفي حصل الانخفاض دي الفتره الواحده الفترة الست سبع سنوات اللي بعدها كان لسه بقوة الدفع الذاتي شوية كده وما كانش على أثر اللي فات فكان فيه شوية انخفاض بسيط بعد كده خلاص. في يعني حضرتك إيه اللي دي قصة تنظيم الأسرة كلها يعني هو حضرتك يعني لا ما هو اتكلمنا عن دي بقى يا دكتور نتكلم هنا. بص حضرتك أول عمود على الشمال ده انا الحقيقه محتاج ان انا تقولوا لنا بس اول عمود الطويل قوي ده. انا عندي اقدر ابص عليه يعني طويل. اشوف افتكر بس النسبه كام اللي على الشمال انا مش شايفها من بعيد فاقل من سنتين ده هنا حضرتك نسبه وفيات الاطفال لكل 1000 طفل مولود فعندنا 153 طفل بيموتوا يا ساتر بالنسبه لكل 1000 طفل لو الست السبيسنج اقل من سنتين تمام. شوفي بينخفض حضرتك بقى الكام العمود اللي بعديه الى 58 شوفي من 153 الى 58 لو فتره السبيسنج من سنتين لثلاثة حلو جدا. لو فتره السبيسنج او التباعد من اربع سنين فاكثر بيقل الى 39 دي أنا يعني لو مصلحه البيبي ومصلحه الام لو اي ست شافت المعلومه دي طبعا هي لازم على طول هتعمل تباعد في الولادات ده هي شايفه الخطوره قد ايه لو هي خلفت بدون ما تعمل تسيب فتره كافيه
بعد الطفل اللي هي قلبت. طبعا انا هروح للحمله تاني اللي احنا اتكلمنا عنها، حمله الدكتوره كريمه مختار بقى في الحمله بتاعتنا هنا، او حمله الزنانه الفنانه جميله سناء يونس. وعايزه قبل وبعد معدل الولادات كان قد ايه، او الزياده السكانيه كان قد ايه، وبعد الحمله او بعد ما اشتغلت الحمله سجلت قد ايه بالظبط. انا عايزه ابين الفجوه اللي حصلت نتيجه كلمه في منتهى الخطوره حضرتك استخدمتها، هي كلمه بسيطه بس تاثيرها عميق الحقيقه في المجتمعات كلها. التاثير، الاعلام مهما اشتغلنا وعملنا قنوات وعملنا شغل وعملنا حملات، طالما انه ما فيش بصمه على الارض وما فيش تاثير يبقى احنا ما عملناش حاجه. فهنا الحمله دي كان ليها تاثير مهم جدا، عايزه اعرف النتيجه قبل وبعد. هي حضرتك الشكل البيان اللي احنا عرضناه ده الاورنج، ايوه ده اللي قبل وبعد. كان انا عايزه معدل، عايزه رقم. احنا كان 2.7 معدل النمو السكاني، 2.7% ايوه سنويا، ايوه وصلنا الى 2. تمام كويس. ده في خلال الست سنوات دول او سبع سنوات وصلنا من 2.7. جيد جدا هذا المعدل. طب ما تورونا احنا وصلنا فين كده يا استاذ محمد دلوقتي؟ اهو اتفضل النهارده وصف لنا بقى اللي احنا شايفينه. ده دلوقتي حاليا ولا سنه كام؟ ده حالا دلوقتي 103,978,499 900 واحنا بنتكلم زمان حد اتولد، دلوقتي بقت 500 يعني النهارده هنقفل ايه؟ 104 مليون ما شاء الله ما شاء الله. رغم العلم والتنوير والتوعيه. لا ما هو حضرتك معلش، هو بعد من اخر حمله عاملين كده في كام في اليوم؟ 200 من اخر حمله عملناها في 92 تقريبا، 91 92 ما حصلش تاثير للاعلام في تنظيم الاسره على معدل النمو السكاني. ما حصلش تأثير. طب ما احنا دلوقتي يا دكتور ربع مليون زيادة في 60 يوم، طبعا مبروك مجالكم وكل حاجة، بس يعني احنا النهاردة نعمل ايه من خلال رؤية حضرتك وجهة نظرك النهاردة، احنا محتاجين ايه عشان نحقق نتائج زي اللي حققناها في الثمانينات والتسعينات بالأدوات البسيطة اللي كانت موجودة وقتها؟ احنا النهاردة عندنا كل الأدوات. صحيح. والله انا هقول لحضرتك بجد احنا نقدر نعمل، وهي حرام ان احنا ما نعملش وجريمه ان احنا ما نعملش. وانا شايف انه قضيه تنظيم الاسره دي هي وصفت بانها ام المشاكل، وانا شايف انها لازم تكون تابعه مباشره لرئيس الجمهوريه. الرئيس لما تبنى موضوع القضاء على فيروس سي، مصر عملت نموذج خالية من الفيروس. يعني منظمة الصحة العالمية هي نفسها قعدت كانت منبهرة، وأنا كنت خبير في منظمة الصحة العالمية وقتها ومتولي موضوع فيروس سي في مصر. المنظمة كانت منبهرة باللي مصر عملته، وإنه ما حصلش في أي دولة تانية في العالم. الرئيس لو حط ايده في الموضوع ده هيخلص. طب ما ده اللي بيحصل، احنا كنا بنتكلم كام يوم ان احنا في عربيات وفي توعيه بتحصل في كل المحافظات. ما انا هقول لحضرتك المشكله فين يا هي فهم. المشكله هقول لحضرتك حاجه. بص حضرتك، فاكره حضرتك المثال بتاع السبعه الفاقد البصر والفيل، انهم حطوا فيل في النص وطلبوا من كل واحد من السبعه دول انه يلمس الفيل ويوصفه. كل واحد وصف من زاوية مختلفة، من حسب هو حسس على انهي جزء في الفيل. لكن ال 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 الفيل على بعضه كده فيه حاجات كتيرة، كل يعني هو كل الحاجات دي على بعضها. تنظيم الأسرة لما بيجي طبيب بيبص عليها، بيبص من الحتة دي، عالم نفس بيبص على الحتة دي، علم اجتماع بيبص على الحتة دي، ديموغرافي أو علم سكان بيبص على الحتة دي. احنا ما عندناش النظره الشامله لتنظيم الاسره اللي تخلينا نحلها. كل واحد بيحل في الحته اللي هو حاسس عليها. طب خلينا يعني نوجه كلمه النهارده، النهارده اليوم العالمي لتنظيم الاسره، والستات بيشوفوا حضرتك في البيوت، وجههم لهم رساله من 1 2 3. انا شيء يعني انا بعتقد انه الست هي ال 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 الحل في ايدها، وهي أكثر الناس اللي بتتأثر
بموضوع تنظيم الأسرة، وهي أكتر حد بيعاني وصحتها. ولكن حتى من كرامها لما بنقول لها صحتك ما بتهتمش قد ما بنقول لها صحة ولادك. ما هو دي طبيعة، دي طبيعة الست المصرية الجميلة اللي هي مش موجودة في العالم كله والله. يعني هي أهم حاجة عندها بيتها وولادها وأهلها، آخر حد بتفكر فيه في الدنيا هي نفسها. لكن أنا النهاردة لما أجي أترجم نتيجة أو جملة، أنا بشوف الجملة اللي هقولها دي جملة أمن قومي حقيقي، إنه الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية. عايزين نترجمها بقى على أرض الواقع، نترجمها ازاي عشان نوصلها لعقول الناس كلها. وده ردا على كلمه انه ما هاتي زي ما انت عايزه، لا ما احنا بنلتهم كل اللي بيتنمي. لا لا ما حدش ابدا يقول لها هاتي زي ما انت عايزه. هو حضرتك اللي احنا لقيناه وحصل او من الارقام والبيانات اللي احنا عرضناها، احنا عمرنا ما قلنا لها هاتي واحد او اتنين بس. بس قلنا لها خلي بالك، خلي بالك الاستعمال الصحيح بتاع الوسائل كذا، استعمليها لما يبقى كذا، استشيري الدكتور عشان كذا، مش عارف صحتك هتتأثر بالشكل الفلاني، البيبي هيتأثر، البيبي هيتأثر. الناس فهمت، الست المصرية ذكية، والإنسان المصري على فكرة إنسان ذكي جدا وبيقدر يحسبها هو. وضد إنك تفرضي عليه حاجة. ما في الصين فشلت في حكاية الفرد بتاع دي، ورجعوا غيروا السياسة بتاعتها. بس نبقى منتجين بس يعني طبعاً. بس نبقى منتجين بالظبط. وفكره والكواليتي كمان بتاع السكان طبعاً. صحيح ونبعد بقى عن فكره ايه، ما احنا عندنا شويه حاجات هي اللي بتخلي الست الموضوع يكبر في دماغها، زي حماتها، هو انت مش عارفه تجيبي له الولد، امها اربطيها بت بالعيال لاحسن يلف على غيرك، صاحبتها حامل يبقى انا كمان لازم ابقى حامل، سلفتها وجارتها وبنت خالتها حامل تقوم داخله تشد معاها، كبرت شويه والمفروض انها بقى ترتاح وتشوف عيالها اللي كبروا دول، لا طب ده انا لسه صغيره وانا ما اعرفش اخلف، لا هخلف عادي خالص، او ان هي تتحط تحت ضغوط مجتمعيه معينه تخليها ان هي كل دي اجزاء حلوه مفيده في الفيل، نشتغل عليها يعني بقى. لازم نشوف الفيل لكن على هي بعضه. ساعات الست بتقوم عامله في موضوع الفيل برضو عامله زي الفيل اللي بيجري في محل كريستال. كارثه طبعا يعني. احنا بنشكرك يا دكتور فرج، دكتور فرج الكامل، استاذ الاعلام بجامعة القاهرة وخبير الإعلام السكاني، نورتنا وشرفتنا، ونتمنى نحل الإشكالية دي إن شاء الله. يا رب إن شاء الله حضرتك يوصل بإذن الله. شكرا. والتوعية تكون وصلت النهاردة. شكرا لحضرتك. شكرا. وبعد الفاصل ونكمل فقراتنا وستطلع في شيء كده. خلونا نعترف إن التكنولوجيا دلوقتي بقت مسيطرة جدا على كل حاجة في حياتنا، واحنا بنحاول طول الوقت ان احنا ننبه من خطورة ان ولادنا يكونوا معتمدين عليها بشكل كبير. المشكلة الكبيرة اننا كمان ما نعرفش هما بيشوفوا ايه، او لو حصل مثلا حد او هاكر دخل على اكاونت بتاع ولادنا او بتاعنا نتصرف ازاي. النهاردة في فقرتنا هيكون معانا مهندس احمد طارق خبير امن معلوماتي، وهيدينا روشتة ازاي نحمي ولادنا من خطورة التكنولوجيا ومن الهاكرز. اهلا بيك مهندس احمد. اهلا بحضراتكم، بنوركم والله، وليه شرف ان انا قاعد قصاد حضراتكم. والله احنا يعني مبسوطين بيك جدا يا باشمهندس. وبعدين انا قعدت اسمعك واحنا في الفاصل لما كنا بنتكلم انه لو في كذا يبقى مخترق التليفون، ولو كذا يبقى مخترق، فانا كميه الاختراقات حاسه ان انا تليفوني بقى منخل. انا عايز اقول لك مفيش نظام تشغيل امن اصلا، يعني مفيش حاجه امنه في حياتنا غير لو امنناها صح، لو استخدمنا التكنولوجيا صح. ما هو ده هيخلينا نروح بقى للسؤال، ايه الحاجات اللي احنا بنعملها غلط اللي احنا بنجيب لنفسنا بيها الهاكرز والاختراقات واي تعديات على الخصوصيه ممكن تكون حاصله؟ بالظبط. السؤال بتاع حضرتك يعني كويس جدا. اول حاجه، في ناس كتيره قوي بتدخل على لينكات وهميه كتير، وبتدخل بيجي لها مثلا لينكات عن طريق الواتساب، يجي لها لينكات عن طريق شركات كبيره مش عايزين نقول اسمها، هتكسب هديه وهتكسب خصم، هتكسب حاجات من دي وكده. خطوره اللينكات دي كبيره قوي، ممكن يكون فيها تطبيق خبيث، ممكن تسحب معلوماتك، ممكن تسحب البطاقات الائتمانيه بتاعتك. طب ازاي نفرق بين اللينكات الوهميه والاصليه؟ لازم نقول للمشاهدين برده طريقه كويسه قوي. في موقع شهير اسمه فيروس توتال، الموقع ده عالمي، تدخلي عليه اي لينك يجي لك شكه فيه حتى لو من قريب حضرتك
حتى لو من قريب حضرتك ممكن يكون هو جاهز ومخترق، والمخترق بيكلم الناس على اساس ان هو عايز فلوس او عايز حاجه ويبعت لينك او يبعت حاجات من دي، هتاخدي نسخه لللينك ده وتدخلي على موقع فيروس توتال وتشوفي الموقع ده امن ولا مش امن، هيجيب لك نقاط احمر ونقاط اخضر، لو اخضر يبقى امن دخولك عليه. بس مش معنى كده برضو ان احنا ندي بياناتنا لاي حد، حتى لو بعته لنا حد مؤتمن، لان ممكن طبعًا. يبقى بعته عن طريق الخطا هو جاله فبعته لي طبعا، او حتى طبعًا. لو مش خطا يا منى ساعات بيقول لك هتكسب رحله مثلا للمكان الفلاني يعني حد بشرط انك تبعت ل 25 من اصحابك على الواتساب نفسه. الكلام ده طبعا مش موجود، ده من 2006 عمال يلحقني الموضوع ده بصراحه، انا الناس بقى على الواتساب لكن الكلام ده مش صحيح. وكده كده ما تمشيش ورا اهوائك. يعني في حاجه في السوشيال انجينيرنج او الهندسه الاجتماعيه، ان انا ممكن اعرف حضرتك كمذيعه مثلا، اديك عرض في نفس نطاق شغل حضرتك بايميل موثق، اشوف اهتماماتك ايه بالظبط، اشوف اهتماماتك ايه وادخل لك من النقطه دي، فبالتالي تمشي ورا اهوائك، دي حاجه مشكله كبيره قوي. تاني حاجه بنعملها غلط واغلب الناس بيعملوها غلط برضو، موضوع الباسوردات الضعيفه اللي على حساباتكم على السوشيال ميديا. الباسوردات الضعيفه ناس كتير قوي ومشاهدين برضو عارفين الكلام ده، بيحطوا تاريخ ميلاد، بيحطوا اسامي، بيحطوا اسامي دلع حواليهم، حاجه ممكن حد يستنتجها. لا، الحاجات دي في تطبيقات ليها وبرامج ليها بتخمن الحاجات دي بكل سهوله، وتشفيرها بيكون صعب جدا. طب ازاي نعمل طريقه الباسورد الصحيحه؟ لازم تكون مكونه من 5 حاجات: حروف، كابيتال، رموز، ارقام، سمول. الـ5 حاجات دول لازم يكونوا موجودين، ولازم كلمه السر تكون اكتر من 16 حرف ورقم، ده بالنسبه للسوشيال ميديا. وبالنسبه كده بالنسبه لموبايلاتنا، ناس كتير قوي بتدخل تشتري موبايل وتنزل كل حاجة عليه وتنسى ان هي تنزل تحمي نفسها، برامج اللي هي بتاعت الحماية بشكل عام زي مالوير بايت، ده برنامج كويس جدا ومجاني ومش مدفوع، وفي نفس الوقت شركة عالمية هي اللي عاملاه وبيحمي لك موبايلك 24 ساعة، بحيث ان لو حضرتك جالك اي حاجة من برة هيقولك لا خلي بالك ده في مشكلة، في حاجه موجوده فيه. كل موبايل جديد نشتريه نعمل عليه الحمايه دي ساعتها بالظبط. سؤال يعني كلمه حضرتك دلوقتي لفتت نظري، موبايل جديد نشتريه، خدي بالك برضو انا يعني اسمحي لي اقوم ادي الموبايل ده لحضرتك. اتفضلي. هنعمل ايه بقى؟ افتحي الموبايل كده. تمام، هو كده مفتوح. اوكي كده مفتوح. حضرتك هو ده مش زي موبايل، عايز نفتح ال ايه حضرتك دلوقتي؟ ارجعي دوسي على الزرار، يعني دوسي على المنيو، ادخلي على المنيو عادي. طيب ادخلي على اي حاجه عندك، اي حاجه. اي بصي يا جماعه الكاميرا يعني بتاعتي ادخل على الواتساب. ادخلي على الواتساب، ادخلي على اي حاجه. دخلت على الواتساب. بصي حضرتك داخله على الواتساب. طب عشان الناس ما يقولوش ده كيو ار او حاجه، لا ارجعي تاني بره. هطلع بره تاني. اوكي هطلع بره ازاي؟ طيب شايفه؟ بصي حضرتك دخلتي على الكونتاكت دلوقتي، ارجعي بره، ارجعي بره. ايوه ارجعي دوسي الزرار اللي في النص، شايفه الموبايل كله يا جماعه؟ موبايل استاذه منى كله في ايدي. طب افتحي الكاميرا كده يا منى. افتحي الكاميرا برضو. بدوس على حاجات اهي لان مش موبايل. حضرتك دخلتي على ويب سايت اصلا، دخلتي على حاجات بره. حضرتك دوسي على الزرار اللي في النص، اللي في النص تحت، او التاتش اللي في النص. اوكي حضرتك دلوقتي شايفه الموبايل كله في ايدي، دخلت على المسجز دلوقتي. دخلت على كل حاجه، تحركات الموبايل كلها موجوده في ايدي. عندك كل حاجه بدوس عليها بتظهر عندك. طب ده ازاي؟ عايز انوه على حاجه. ايه السبب؟ مفهوم الاختراق بشكل عام هو الوصول للمعلومه بطريقه غير قانونيه وغير مباشره. تمام. في ناس بيقولوا الاي او اس، نظام الاي او اس مش بيخترق، نظام الاندرويد سهل اختراقه، الحسابات اللي موجوده مش بتخترق. طب انا ممكن بعد الابلكيشن التليجرام مش عارفه ايه بالظبط. في ناس كتير قوي. طب تعمل لنا تجربه تانية كده ممكن؟ يعني في ناس كتير حضرتك قوي ممكن تعمل حركه زي دي، حركه بسيطه قوي. الحركه دي يعني لو جبت حد دلوقتي من القناه من الاي تي نفسه وكشف على الموبايل، مش هيلاقي اي برنامج موجود على الجهاز اللي معاه استاذه منى خالص. كل حاجه مخفيه، حتى مفيش حاجه في النوتيفيكيشن فوق، لو فتحت اخر برامج موجوده مش هتلاقي فيه حاجه خالص، كل تحركات الموبايل موجوده. فبالتالي الحاجه دي ممكن تكون في موبايلاتكم انتوا وانتوا مش عارفين. يعني ممكن تكون مثلا. طب انت بقيت معايا في كل حاجه بقى هي فكره ازاي؟ احنا مش بنقول للناس ازاي تعمل ده، طبعا ممنوع اقول كده، انا بوعي الناس من الحاجات دي بحيث ان هم ياخدوا بالهم. يعني انا يعني انا دلوقتي يا باشمهندس لما حد يعني خلاص هي كده واضحه انه التليفون اللي مع منى كل حاجه موجوده عندك بالزبط. لو فتحت الكاميرا بقت عندك انت نفسك من عندك تقدر تتحكم في التليفون اللي مع منى، وانت نفسك تقدر تفتح الكاميرا حياة أستاذة وتبقى منى شايف كلها حياه منى على الهواء بسبب ايه؟ الغلطه اللي احنا غلطناها. الغلطه ان اول حاجه ان انا مسكت موبايل حضرتك دقيقه
ايوه اقل من دقيقه ممكن اعمل حاجات في الموبايل، حتى لو رايح اصلحه عند حد وبعمل حاجه. انا جاي لك في الكلام وبخصوص برضو الصيانه هنتكلم فيها. ان ما تسيبيش موبايلك مع حد خالص. تاني حاجه اللينكات الوهميه برضو ليها دور كبير في ده، انه ينزل حاجات اوتو انستولر في الموضوع ده. تالت حاجه لو انا جيت اهديتك موبايل جديد، اهديتك موبايل جديد تمام. لو رحت تشتري من عند اي محل موبايلات موبايل مستعمل من شخص غير موثوق فيه واشتريتيه بالطريقه الغلط، يعني ايه بالطريقه الغلط؟ اول حاجه ما تلاقيش في الموبايل ده حاجه اسمها روت او جيل بريك. الروت او الجيل بريك حاجه اسمها كسر حمايه، تكسري حمايه النظام بحيث ان هو يتحكم في النظام نفسه. لو عملتي مليون استعاده ضبط مصنع، الحاجات اللي انا عاملها دي ممكن ما تروحش من الموبايل. خوفتنا من الجديد ومن اللي مستعمل. بالعكس، انا هقول لحضرتك على حاجه. دي تنبيهات ممكن ناس تعرفها وممكن ناس تسمعها اول مره. من ناحيه الموبايل الجديد لو لقيتي فيه الروت او الحاجات دي مش ما يعني ما تشتروش، حتى لو جالك ببلاش ما تاخدوش. عايزين نقول معلومات بسيطه عشان الناس العاديه تقدر تمام. انا جاي في الكلام حالا اهو. دلوقتي في برنامج معين برضو لما تشتري جهازك مستعمل او جديد، برنامج اسمه انتي زواي موبايل. البرنامج ده وظيفته بيكشف البرامج او الحاجات الخبيثه اللي احنا عاملينها في الموبايلين دول كتجربه للساده المشاهدين. انتي زواي موبايل انتي زواي موبايل ده بيكشف التجربه دي للمشاهدين او للناس كلها، بحيث ان هو يقول لك البرنامج ده بيخترق موبايلك. بمعنى البرنامج ده دلوقتي واخد مين اللي يعمل لنا ده؟ يعني ونفرض احنا ما بنفهمش في الحاجة. لا احنا دلوقتي دورنا ان احنا نوعي الناس في الموضوع ده. الحكايه دي حضرتك تعمليها بنفسك، ما تخليش حد يعمل لك اي حاجه من دي. وكمان في ناس برضو بيغلطوا غلطه كبيره جدا، انه بيستسهلوا اول ما يجي يشتروا موبايل مستعمل او موبايل جديد يقولوا للسيلر او البياع الواقف لو سمحت اعمل لي جيميل، يعني ارجوك دي خدمه اعمل لي جيميل عندك على الموبايل والباسورد بقى بالمره معاه. ده مشكله كبيره. بقى عايش الجيميل على فكره خلص. بيعمل نفس الموضوع ده. الصور كلها، انا التكييف صعب قوي بصراحه عندكم، بس الصور كلها الصور كلها حضرتك معاه، وتحكماتك وتحركاتك كلها عن طريق بس ايميل بسيط جدا بيعمله البياع للموضوع ده. حاجه تانية برضو، انتي سباي موبايل ده مكون من 3 خانات. اول خانه او اي تطبيق بيكشف ملفات التجسس على الموبايل، اول خانه اللي هي خانه سباي وير. خانه سباي وير دي اللي هي بيكون فيها التطبيقات المخفيه او التطبيقات اللي بتنتهك خصوصيه موبايلك بشكل عام. تاني خانه التطبيقات اللي بيكون موجود فيها الاذونات الكتير. بمعنى لو حضرتك دلوقتي نزلت اي تطبيق او لعبه او اي حاجه هيقول لك اللعبه دي واخده اذن للكاميرا والمايك. هنا بقى نبتدي نشك. اي ابلكيشن هنزلها، اي تطبيق هينزل على الموبايل بيحط لك 3 اسئله. هل انت عاوز لازم تفتح المايك او تفتح الكاميرا او ان احنا ندخل على الكونتاكتس بتاعتك؟ بالظبط، هو دي الاذونات. فانت بتقول له تمام ولا لا؟ يعني تمام ده انت سمحت له ان هو شايف كل حاجه. انت اللي بتسمح او تسمح طبعا، صح؟ مع انه ممكن التطبيق نفسه يكون مش محتاج الكلام ده. طبعا، يعني مثلا اخر مره البلاي ستور كشف اكتر من 4 مليون تطبيق عباره عن ايه، تخيلوا. واغلب الناس برضو عاملاه، اغلب الناس برضو عاملاه، اللي بيغير شكل الكيبورد، اللي بيغير لك شكل الموبايل، اللي بيجيب لك سمكه طايره كده على الشاشه، مش عارف ايه. لقوا انه واخدين اذونات مش موجوده، اذن للموقع، اذن للكاميرا، اذن للمايك، الحاجات دي كلها مش هيستخدمها في حاجه. اذا بلدنا ممكن يبقوا ضحيه للحكايه دي لو اطفال مراهقين ولا حاجه. بخصوص الاطفال برضه، بما انك قلتي كلمه اطفال، انا بهتم جدا بالملف ده حقيقي من موضوع التكنولوجيا. لان احنا مش هنحاسب تقدم التكنولوجيا على سوء استخدام الاخرين. تقدم التكنولوجيا مفيد جدا. طب ازاي نراقب ولادنا، او بمعنى الكلمه ازاي نهتم باشراف ابوي على ولادنا من ناحيه الموبايلات اللي معاهم؟ قول لنا ازاي. قبل ما ابدا في النقطه دي، لازم تعرفوا ان السن القانوني المتعارف عليه على الانترنت هو 12 سنه انك تجيب موبايل لابنك. وبمعنى اصح مش موبايل، تابلت. طب احنا دلوقتي مش هنستنى 12 سنة عشان نجيب لولادنا موبايل. احنا دلوقتي 6 سنين 7 سنين بيشبط في الموضوع ده، واصغر من كده كمان. افضل حاجة واول حاجة تجيبوها التابلت، لانه لازم الاشراف الابوي يكون في مشاركة بينهم راحة جاية على الموضوع ده. بحيث ان الشاشة كبيرة هيبعد عن نظره وهيبقى كويس جدا في التعامل مع الطفل. وكده كده بيستخدموه في المدرسة خلاص. تمام بالظبط. وفي نقطة ناس كتير قوي بتقع فيها. اول ما بتشتري التابلت او الموبايل او بتدي ولادهم موبايل او ايا كان ايه، بيحطوا ايميلهم هم الشخصي على الموبايل بحيث ان هو يشغل لهم البلاي ستور او الاب ستور او الحاجات بتاعت التطبيقات. ايه الغلطه في كده بقى؟ الغلطه في كده بقى ان ناس كتير مش عارفه ان الطفل لازم يتعمل له جيميل جديد فور كيدز. فور كيد
اوكي مخصوص بالظبط. ليه بقى؟ ده بيحد من انتشار الاعلانات الغير مباشره الغير يعني اللي هي اللي ما تصلحش لسنهم بالظبط كده. وده كمان ما بيخليش الموضوع منفتح اكتر عن الموبايل عندهم. بمعنى لما تعملي الايميل ده هيبقى فيه تحكم من الاب او الام لموبايل الطفل. تاني حاجه هتنزلي تطبيق حلو جدا شركه كبيره اللي عاملاه اسمه فايند ماي كيد. موبايلك دلوقتي او ابنك راح النادي راح النادي وحضرتك اكيد اتلهيت عنده في اي حته او اتقطع الخط والشحن عنده بس مش عارف ايا كان ايه اللي حصل في موبايله كله هيبقى معاكي بنظام وبقانون محترم جدا بحيث ان تسمعي اللي حواليه بحيث انك تعرفي مكانه فين بحيث انك مثلا تحطي له وقت للعب معين يلعب فيه مثلا وقت المذاكره داخلين على الدراسه دلوقتي تقدري تتحكمي في وقت ولادك على الموبايل وكمان لو الموبايل ضاع منه او نسيه في مكان لاي سبب اقدر ان انا الاقيه ودي طريقه كويسه جدا كنت هقول عليها بحيث ان لو موبايلاتكم ضاعت تقدروا تفعلوا خاصيه فايند ماي ديفايس اصلا على الموبايل والبرنامج ده بيجيب الموضوع ده بالنسبه للازواج يعني نقدر نفعل ده بحيث اعرف هو فين لا طبعا ده اطفال كبيره احنا بنتكلم على اطفال صغيره ده هدخل في الراجل طفل كبير يا جماعه عادي يعني ممكن تمشي برده مفيش حاجه يعني أنا مش عاملين حاجه زي دي خالص يعني. انا الفكره كلها من الكلام ده ان انا بوعي الناس ازاي ياخدوا بالهم من الحاجات اللي بتحصل حوالينا لان اغلب الناس اللي بتتكلم او بتعمل فيديوهات وبتطلع بيقولوا ايه بيقولوا انا كده وكده والبرنامج هو البتاع طب والحل ايه من اهمها الحاجات اللي انت قلتها ان انا اعرف بيشوف ايه واتحكم فيه بالظبط طبعا اتحكم فيه انا اللي هعمل البروجرام اللي هيشوفه طبعا كل التحكمات حضرتك شفتي الموبايلات دلوقتي عن طريق ايه بقى ايه الابلكيشن اللي يخليني اتحكم عشان اشوف ابني هيشوف ايه وما يشوفش ايه هو حضرتك الابلكيشن اسمه فايند ماي كيد هو ده او فايند ماي كيدز الابلكيشن ده التليفون بشكل عام احنا عايزين نقول انه بالنسبه للاطفال طالما ان احنا في اطار حمايه الطفل او حمايه حتى او ان احنا مش قادرين نوصله لاي سبب زي ما اتكلمنا فده مشروع جدا اما في حال ان احنا بنستخدم الخاصيه دي اصل كل حاجه في الدنيا حتى التكنولوجيا سلاح ذو حدين يعني الهزار اللي انا قلته من شويه لا بجد مش صح وما ينفعش ان حد يستخدمه لانه حقيقه هيقع تحت طائله القانون وفي برضه يعني اذا حد اكتشف وانا بنبه الناس لانه لا غير ان هي حرام طبعا غير انه اي حد هيستخدم اي وسيله تجسس على موبايل او على شخص تاني عشان يتتبعه باي شكل من الاشكال حقيقي ده قانون موجود دلوقتي وطبعا وحده مباحث الانترنت طبعاً بتحقق في ده وبيبقى في عقوبه بالظبط في نقطه بضيفها لحضرتك هو اصلا تطبيق الاطفال ده لو نزلوه على موبايلات الكبار هيبان قوي لان مش بيختفي ما ينفعش تخفيه بيبقى باين كل التحركات اللي فيه فمش مش هيفيد بحاجه بس في حاجات تانية بتبقى هيدن طبعا الحاجات الهيدن اللي احنا طب خليني اقول لك على حاجه الموبايل بتاعنا ده ليه استخدامات كتيره قوي مش مجرد ان احنا بنقول فيه الو من ضمن استخداماته يعني انا مثلا ساعات بستخدمه ان انا عايزه اقيس الحيطه دي او ارتفاع او اقيس حاجه ده في ابلكيشنز موجوده ما بقناش نمسك بقى المتر بتاع زمان والكلام ده انا بستخدمه في شغلي بقى طيب الحاجه الثانيه ازاي اقدر اعرف ان في وسيله تجسس موجوده في المكان اللي انا فيه يعني انا رايح اشتري لبس مثلا تمام جدا فازاي ما فيش انا مش شايفه اي كاميرا باينه بالنسبه لي او قاعده في مكان مثلا تمام بصي حضرتك هل ده اقدر اعرف دي حاجه زي كده هقول لحضرتك على حاجه مثلا انت حضرتك دلوقتي دخلتي مكان لبس كويس عشان خاطر حطيتي في امر واقع انك تجربي اللبس ده طبعا طيب احنا ازاي نستخدم الموبايل بطريقه حلوه بحيث ان هي تشوف الموضوع ده طيب دلوقتي في تطبيق اسمه HCDC التطبيق ده ميزته ان هو بيعمل كده سامعين الصوت ده ايه ده شايفين ده في جهاز انا مخبيه هنا دلوقتي الجهاز ده عباره عن مايك هي سماعة مبدئيا عادية بس هي فيها مايك البرنامج ده وظيفته انه بيكشف الاجهزة المخفية حوالينكم يعني لو شكل لو انتوا حضرتك دخلت مكان غريب في فنادق مثلا او مثلا محلات لبس او ايا كان ايه وشاكين في الحتت تقدروا بس مجرد ما تقربوا الموبايل يعني اول ما تقربوا الموبايل بيبقى مرمي في اي حته ولا متعلق مثلا لا بيبقى مثلا متعلق مرمي بيبقى مثلا مش شايفين الصوت بس الصوت عالي جدا يعني شايفين في حاجة يعني أي مكان من حق حضرتك يكون ليكي خصوصية فيه ممكن ان انت تستخدمي التطبيق ده بحيث انك تقدري تدخلي تكتشفي اذا في اي حاجه بالزبط. تنتهك خصوصيتك ده قول لنا اسم التطبيق تاني لو سمحت خبيه كده ورا المخدات تاني مش ونشوف بيستجيب ولا ايه
يا خبر ابيض يا خبر ابيض. انا بس موطي الصوت انت على عشان تعرف ان محطوط لك جهاز عشان ده بيسمع الصوت بالظبط بيسمع أوكي. مش بيسمع الصوت لا. اسمه ايه؟ هو بيشوف ترددات الاشعه الفوق الحمراء من ناحيه الكاميرات وبيشوف الترددات الموجوده في المايكات او البطاريات اللي موجوده بالظبط كده بحيث انه يقول لك في حاجه هنا غريبه في حاجه هنا مريبه مش موجوده مش المفروض يعني لو دخلت مثلا محل لبس اكيد في مرايه واحنا نقدر ومصامير في مرايه ومصامير كده لما تيجي في كاميرا على شكل مسمار دلوقتي الناس بقت يعني على شكل مسمار طبعا كاميرا على شكل مسمار لو حضرتك شاكه في المسامير تعملي كده لو جاب لك الصوت ده اعرفي ان في حاجه هنا مريبه او حاجه هنا مش كويسه الابلكيشن اسمه ايه اتش اسمه سهل جدا اتش سي دي سي دي سي اتش سي دي سي بالظبط كده الفكره وده تطبيق معتمد من شركه معتمده ما بياخدش اي بص انا تطبيقاتي كلها ما بتاخدش اي اذن على الموبايل ومجانيه يعني مش انا اللي عاملها بس شركات وبعدين شفت السورس كود بتاعها حاجات امنه كويسه بتساعد ان احنا نكشف انت صفحتك اسمها ايه عشان الناس اللي ما لحقوش ياخدوا المعلومه انا المهندس احمد طارق تيك دولف دي على صفحتي على الفيسبوك متوثق بالعلامه الزرقاء هي دول صفحي بس ما فيش اي حاجه طيب, طيب انا عايزه اروح لحاجه انا شخصيا بستغرب لها ساعات ابقى قاعده مثلا بتكلم بهري انا وواحده صاحبتي في اي موضوع وبنتكلم مثلا على نوع عربيات مثلا يعني بالظبط ابص افتح التليفون حلو الاقي اعلان العربيه اللي انا كنت بتكلم عنها من شويه صحيح ازاي الكلام ده سؤال حلو جدا مره قلت صدفه لكن كل مره اكيد انها مش صدفه حلو السؤال ده لا هي مش صدفه دي مقصوده تطبيق الفيسبوك هو اكبر تطبيق موجود بياخد اكبر اذونات او صلاحيات موجوده على الموبايل عندنا كاميرا صوت موقع كل حاجه دلوقتي واحنا قاعدين لو قلت كلمه غساله 5 مرات حاليا غساله 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 بعد الهوا هتلاقي اعلانات غساله وانا اجزم ده ازاي لوغاريتمات المواقع او الالكترونيه هي اوريدي عارفين ان احنا يعني احنا كلنا موافقين على سياسه الاستخدام الخصوصيه ان احنا موافقين على استخدام المايك والصوت وكده في اي وقت 24 ساعه او طبعا يعني في اي وقت 24 ساعه في اي مكان في اي حته هو لما يسمع الصوت ده لوغاريتمات الفيسبوك عن طريق الذكاء الاصطناعي بتحلل الكلمه دي لاكثر من مره وتجيب لك الاعلان لحد عندك الفيسبوك قايم على 60% من الشركات الكبيره اللي هي بتربح اكتر برضو من 60% من ناحيه الاستهداف الصحيح للاعلان وفي نقطه يا باشمهندس بعد اذن حضرتك انه اي ابلكيشن هنتعامل معاها او اي حاجه جديده احنا بندخل فيها او الفيسبوك عمل حاجه جديده فاحنا رايحين لها هو بيحط لك سياسه الخصوصيه بس بتبقى طويله شويه الناس ما بتقراهاش بتكر وتقوم عامله ان انا موافقه او نكست او كونتينيو او الاو وخلاص الموضوع انتهى فانت حضرتك وافقت طبعا تمام احنا اللي بنوافق واحنا اللي بنسمح بده عايزين نتكلم عن طب الهاكر يعني انا كتير بيشتكي انستغرام وراح الاكونت بتاعه راح نعمل ايه برضه دي برضو حاجة مهمة جدا اللي انا هقوله دلوقتي بينطبق على جميع منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ناس كتيرة حاطة ايميل الايميل بيكون من شركات ضعيفة شوية يفضل يكون جيميل ومش مع حد ده اول واحد تاني حاجة رقم الموبايل يكون مربوط عن طريق حاجة اسمها المصداقية الثنائية او تو فاكتور اوثنتيكيشن تمام تو فاكتور اوثنتيكيشن مش بس رقم الموبايل رقم الموبايل المفروض يكون برضو مش مع حد يفضل انه يكون مش مع حد لانه زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه البرامج التحليليه كتير قوي انا هاخد معلومه من هنا ومعلومه اللي بتطلب منك رقم الموبايل بالظبط بالظبط هي بترفض ده لا هو كده كده ما تاخدوش الابلكيشنز دي خالص أوكي. انا بتكلم على موضوع التو فاكتور اوثنتيكيشن او المصداقيه الثنائيه في برنامج اسمه اوثي البرنامج ده وظيفته ان هو بيتضاف على منصه التواصل الاجتماعي بتاعتك بحيث ان هو بيديك رمز تحقق لمده 30 ثانيه يعني لو ما فتحتيش حسابك في خلال ال 30 ثانيه دول مش هتقدري تفتحي حسابك نهائي ده على الاي او اس ولا الاندرويد والاندرويد الاثنين الاثنين انا ممكن اوري حضراتكم شكله او صورته او انا افتحه يعني انا اصلا عامله عندي على الاكونتات بتاعتي طبعا ما خدناش بالنا وما فتحناش خلال هو حضرتك ابصي اول ده باسورد الفيسبوك حاليا بتاعي طبعا هو خلال 30 ثانيه يعني لو حد حاول اصلا ده هيوحشنا مبدئيا حالا لا عادي هو كده كده اصلا بيبقى حاجه مؤقته لانه بيجي لك رمز تحقق بدل ما يجي على رقم الموبايل حتى لو رقمك ضاع بيجي لك ايميل لا هو بتدخلي على الابلكيشن اول ما تدخلي على حسابك اول ما تدخلي على حسابك على الفيسبوك مثلا او الانستجرام يقول لك خشي على البرنامج ده وخدي رمز التحقق اللي هو مكون من 6 ارقام اسمه اوثي
البرنامج ده مهم احنا جدا. احنا خلصنا طبعا انا عارفه، بس عايزين نتكلم في موضوع الديب ويب والدارك ويب في حلقات تانية بعد اذنك يا استاذ محمد. طبعا ده يعني احنا ما كملناش حاجه لسه، لان الموضوع ده حقيقي مهم على الميتافيرس والذكاء الاصطناعي وحاجات طبعاً. كتير جدا المفروض يعني نظبطها ان شاء الله سوا. مهندس احمد طارق احنا بنشكرك، انت صغير قوي على المعلومات اللي عندك، دخلت احنا قلنا بس معلوماتك كبيره يعني ما شاء الله. الله يخليك تسلم وشكرا على المعلومات، ولينا لقاءات اخرى ننور الناس. ليه الشرف طبعا، لان احنا لسه قدامنا باع طويل في التكنولوجيا دي مش عارفين نخلص. ليه الشرف طبعا في اي حاجه. خطوه عزيزه. شكرا ليك. خطوه عزيزه. بعد الفاصل وندخل بقى المطبخ خطوه خطوه حلوه عزيزه جميله وهنتعلم حاجات حلوه كتير. واخيرا ختامه مسك ومطبخ الستات، وشيف محمود سعد اللي عامل لنا النهارده شيش طاووق وخبز التورتيلا الجميل والريحه حلوه. يا محمود ازيك؟ ازيك عامل ايه؟ عامل ايه؟ ختامه مسك عشان معاكوا طبعا وعشان كل حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا. طبعا طبعا بسلم عليكوا طبعا، وبسلم على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا الستات ما يعرفوش يكذبوا في فقره المطبخ. وزي ما وعدناكم امبارح ان احنا هنعمل عيش التورتيلا، وزي ما الاستاذه منى عبد الغني طلبت مني قالت لي انا عايزاه يبقى لونه اخضر، ودي كانت فكرة حلوة قوي ان احنا نعمل العيش التورتية ابيض واخضر، وممكن كمان اقول لكم على طريقة ان احنا نخلي لونه احمر بمنتهى أيوة السهولة. ايوه انا مرضيش اتقل عليك انا، وازاي المقادير تبقى مظبوطة. لا يعني هنعمله، لا ما تتقليش ده. انت بتطلبي حاجات حلوة والناس بتطلبها ان شاء الله يعني. يا رب. في صديقة لينا على برنامج ستات ما عرفوش يكذبوا طلبت مني اكتر من مرة ان هي محتاجة نعمل الخبز الصاج. خليني اقول لك ان انا في مرة هجيب صاج وتفاصيله كتيره وهعمله مخصوص عشان خاطر واليوم ده تعمل لنا جنبه طعميه عشان بحب الرول الطعميه. أيوة. طعميه شويه لفت مخلل وشويه خضره وحاجات حلوه ماشي. وعامل شيش طاووق بتتبيله مميزه جدا حابب احكي لكم عليها سريعا. الشيش طاووق التتبيله اللي انا عاملها النهارده هي بالمايونيز. المايونيز ده عباره عن ايه؟ المايونيز عباره عن بيض 90% زيت ماشي وصفار بيض عشان يوصل لنا في الاخر ان المايونيز يبقى القوام اللي انتم شايفينه ده. فانا بستخدم المايونيز للتتبيله بتاعه الشيش طاووق، فلما بيتحط على النار كل الزيوت دي بتسيح وبتنزل بتمشي بعيد تماما، وما بيبقاش غير كل التوابل الحلوه اللي انا ضفتها زي صلصه الطماطم والزعتر، وزي ما هقول لكم المقادير بتاعتها دلوقتي. يلا بينا ننزل. طيب انا جايب شويه من صدور الفراخ على شويه من وراك الفراخ، اللي حابب ده ياكل واللي حابب ده ياكل، مع كوبايه من المايونيز، معلقتين من صلصه الطماطم، وربع كوبايه من عصير الليمون، وشويه زعتر اخضر، ملح وفلفل، معلقه زيت زيتون بتدي طعم حلو، مع معلقتين من الثوم المفروم. طبعا الاسياخ بتحتاج مكعبات بصل ومكعبات فلفل الوان، شويه بقدونس على ورقتين سبانخ، دول هزين بيهم برضو الطبق مع شويه طماطم. يعني برضو السبانخ هزين بيها الـ 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 الكلام. بص شكل ورق السبانخ الشيك ده، يعني ورق السبانخ عندنا النهارده شكله شيك قوي زي ما انتم شايفين شكله كده هنا. بصوا حلو يعني خلاص. على فكره ورق السبانخ انا بقطعه وبحطه في طبق السلطه عادي زي ما هو كده. طبعا بالذات دي كمان البيبي سبانخ دي طبعا. انتوا محتاجين عشان تعملوا الاسياخ هوريكم سيخ وبعدين ندخل على التتبيله. اول حاجه الورق البصل يبقى متقطع مكعبات بالشكل ده اهو، نحط واحده كده، وبعدين ناخد قطعه من الفراخ نحطها، ونحط كمان قطعه من الفلفل الالوان على حته من الفلفل الاحمر، يبقى احنا بصل و واصفر وحته فراخ حته فراخ وبصل وقرن فلفل احمر واصفر واحمر، وممكن يبقى اخضر خلاص. وناخد كمان حته هي شكلها يفتح نفسي جدا. احنا كده كمان يا محمود انت مكمل في طريقه يعني الاكل الشهي للمدارس ومغذي وينفع يتحط في اللانش بوكس برضه وعامله في البيت. سيخ واحد من ده كفايه جدا. يعني انا احب أكل احب كل اعمل كده الفلفل الالوان والحاجات دي كلها كده، ونحط بصلايه كمان، ونيجي عند تالت قطعه زي ما انتم شايفين كده اهي، مع حته فلفل من دي، ونضغط ما نسيبش فراغات في النص عشان الحاجه ما تتقطعش. ودي طبعا صدور او دبابيس عادي صدور او راك او راك مخليه من العظم. وادي شكل السيخ الحلو بتاعنا. بنعمل ايه بقى؟ بنعمل التتبيله اللي انا بحبها جدا جدا اللي جايه دي. ادي سيخ كمان، اتنين تلاته اربعه، والشباب بصراحه يعني مروقين معايا الكلام. والتتبيله
زي ما احنا شايفين هنا في البوله الازاز دي اهي، بنحط كوبايه من المايونيز. امال ليه بيضحكوا علينا ويقولوا ده مايونيز لايت؟ يعني ما انه كله بقى زيت زي ما انت بتقولي، بقى مع لايت ازاي؟ مفيش لايت، يبقى بيض يعني ولبن. مفيش حاجه اسمها مايونيز لايت عشان الدايت يعني مفيش بيبقى ما فيش نسبة ولا. نسبه يعني انا النهارده الفقره الحقيقه بتاعه الدكتوره اللي من التغذيه، دكتوره ايمان، دكتوره التغذيه طبعا انا بشكرها جدا لان هي قالت معلومات مهمه جدا دايما انا بحاول اوصلها لكم. الدكتوره ايمان حبيب قلنا لها كده على الهوا، انا دايما بحاول شغال طول الوقت لا على التوعيه. كمان قالت نقطه مهمه جدا، يعني يعني ايه تاكلوا جبنه بدهون نباتيه؟ دي مصيبه. يعني عارفين ازاي انا النهارده لما بستخدم مايونيز بقول لكم ان ده زيت 100% 90% زيت ونسبه صغيره من صفار البيض. طيب في الاخر انا لما بستخدمه هو هيسيح ده كله، مش هيبقى غير المكونات يعني بقى، هو ده الوحيد الحاجه الدهنيه الوحيده اللي هتبقى في العيش. لا وهيسيح الكلام ده كله هيسيح في الطاسه، في الطاسه. كل اللي انت هتحطيه دلوقتي ايه؟ شويه من السبع بهارات ولمسه من الزعتر الاخضر مع فصين من الثوم المهروس مع ربع كوبايه من عصير الليمون، ودي حاجة هايلة يعني عصير الليمون مع الثوم مع شوية ملح ولمسة صغيرة جدا من الفلفل ومعلقة من صلصة الطماطم، واتفرجوا على الخليط الحلو ده اهو ازاي اللون بتاعه بيبقى حلو وريحة الثوم مع الزعتر مع الليمون بيبقى هايل جدا. خلاص ادي الخليط بتاعنا الجميل ده، تاخدوا الخليط ده وتروحوا على الاسياخ بتاعتكم وتبدأوا تحطوا زي ما انتم شايفين كده. ينفعش زبادي ولا الزبادي دي وصفه ثانيه؟ ينفع بقى. زبادي ينفع زبادي بس بدل المايونيز يعني. انا عايزكم تجربوا الوصفه دي بطريقتها بطريقتها. طب ليه ما حطيناش مكعبات الفراخ نفسها وقلبناها في الخلطه دي في الاول قبل ما نحطها في الاسياخ؟ يعرف يركبها في السياخ. بصي هو الموضوع كده اسهل بقى وانا احب ان انت بعد ما تتبلي الفراخ يعني وعشان يحط سواء ده او ده مفيش اي مشكله خالص، انا احب ان انت بعد ما تتبليها تسيبي الاسياخ جاهزه في التتبيله كويس شويه. ممكن بيتها يا محمود بيبقى اسهل عليكي وانضف ما فيش لغواصه عارفه. بالظبط. ينفع نبيتها يوم واحد عشان خلاص؟ البصل اللي فيها مش طب ينفع بالظبط كده. وينفع ندخلها فريزر بالتتبيله؟ لا لان الفلفل كمان مش عشان التتبيله، عشان الفلفل هيدبل قوي. الفلفل لما بيتجمد من الحاجات اللي كلها نسبه الميه فيها بتعدي 70% زيه زي المشروم، لو دخل فريزر باظ بيبقى سوفت قوي. أوكي. طبعا ده بيتقلب كويس جدا وزي ما انتم شايفين بنيجي هنا الطاسه سخنه خالص خلاص، مش محتاجين مواد دهنيه ولا حاجه ولا زيت ولا حاجه خالص. مش في زبادي ومعتمد على مايونيز ان هو فيه زيت كتير زي ما جربي اللي انا بعمله ده. ريحه حلوه قوي. وبصي الحلاوه بتاعه الريحه ان الصينيه تكون سخنه، الطاسه تكون سخنه وبعدين الاسياخ على طول محتاجه تقليب مستمر يعني في كل الاتجاهات اهو. لحقت خدت شفط يعني يا دوب انا بعمل ايه بقى؟ بعمل حركه حلوه جدا عشان اتخلص من كل الدهون اللي موجوده في المايونيز ويتبقى لي الطعم الحلو وبتكون هي الفراخ جوسي جدا وطعمها حلو. باخد الصينيه دي وادخلها على الفرن وعايز اوريكم شكلها بعد ما تطلع من الفرن بيبقى عامل ازاي. شكل الاسياخ اصلا يفرح يعني فنزلت كل الزيادات الدهون بالظبط في الصينيه. بس لازم نحطها في صاج زي كده او صينيه بتاعت فرن يعني، ما ينفعش نحطها بالطاسه عشان بس لا في ساعات يد بتستحمل عايز اوريكم الشكل ده ما بتبقاش الايد حاجة بتاعتها بلاستيك يعني لو انت عامله على طاسه فخار ولا حاجه كده هتخليها بالظبط. ادي شكل الاسياخ الرائع. تسلم ايدك. نجيب طبق التقديم واوريكم سي جدا. وعايزين اهم حاجه هنعمل الخبز النهارده. هنعمل خبز طبعا معانا وقتنا وهنعمل الخبز سبانخ عشان خاطر مولمون. انا بحب اعمل ايه؟ بحب احط شويه من ورق السبانخ الحلو ده كده زي ما انتم شايفين هنا والناحيه الثانيه. والحاجات الخضراء دي ممكن تبقى جرجير، ناكل بعينينا قبل ما ناكل ببقنا. ممكن تبقى جرجير يعني ممكن تبقى شويه بقدونس. بحط شويه بصل والبصل ده عايز شويه ده الجرنش الحلو بقى يا شيخ محمود، شويه سماء بقى على البصل مثلا. بس انا عايز من كام يوم مع الشاورما فخلينا النهارده الشاورما كان يجنن. بتقولي ايه انت؟ الميزه في الحاجات اللي انت بتعملها انك بتعمل الجرنش جزء من الاكله نفسها طبعا. يعني يا جماعه الجرنش اللي بنلاقيه في المطاعم وده او المفروض هو اللي بيفتح نفسنا مش عشان ديكور في الطبق ونرميه بعد كده مش يعني مفيش حاجه بتترمي يعني
بصي للاسف في ناس بترمي الحاجات الجانبيه دي. لا يعني انا حتى لو نص ليمونه محطوطه في الطبق بعد ما نعصرها بنستخدمها عيدان البقدونس يا الفجل الاحمر وحلاوته. بصي ده شكله الله. طبق بسيط جدا وسهل جدا تقدري انك حتى لو بات في الثلاجه بعدها وتاني يوم وبرد والله يتاكل بارد في رغيف فينو في لقمه من عيش التورتيه اللي انا هروح اقول لكم مقاديره دلوقتي. ده تقلبه في الصينيه وتدخله الفرن بقى بالمره. انا هعمل كده. هيعمل ينفع؟ تسلم ايدك. اه. وفكره مطعم الناس هايله برافو. بعد ما لونا الفراخ بالشكل الحلو ده، بصوا بقى. قعد قد ايه في الفرن؟ حوالي ربع ساعه، من ربع ساعه ل 25 دقيقه في التوقيت ده. ممكن ياخد لا من غير تغطيه. لان المكعبات صغيره مش محتاجه اكتر من كده يعني. بالظبط. وطالع بالشكل الحلو. ودي بتبقى وراك ولا صدور يا شيف محمود؟ الاثنين. هو عمل صدور وعمل ودي الوراك. لان في ناس عندها قناعه ان الشيش طاووق ما يتعملش غير بوراك بس، لا هو ممكن يتعمل بالاثنين عادي. واحنا بنطلبه في الدايت. يعني انا الحقيقه يعني في انا ليه عملت كده وكده؟ لان في ناس كتير جدا ممنوعين من ان هم ياكلوا وراك فراخ، بياكلوا صدور فراخ بس. ف نقدر ناكل ده ونقدر ناكل ده، خلاص؟ طيب. العيش التورتيه النهارده مقاديره كالاتي: نص كيلو من الدقيق الابيض مع معلقه صغيره من البيكنج باودر ونص معلقه صغيره من الملح وربع كوبايه زيت وربع لتر من الميه، خلاص؟ تمام ماشي. طيب احنا هنقول المقادير تاني. انا خلاص يعني هبدا اعمل العجينه. ادي الدقيق بتاعنا وادي الملح وادي المعلقه الصغيره البيكنج باودر. نص كيلو دقيق؟ نص كيلو دقيق. بحط له ربع كوباية من الزيت زي ما انت شايفة. ربع كوباية الزيت دي يبقى فاضل ربع لتر من أي سائل. يا مية. يا شوية سبانخ اتضربوا مع مية وبقوا ربع لتر. يا حتة بنجر اتضربت مع شوية مية فبقى عندنا ربع لتر مشروب لونه أحمر هو اللي هيعجن فهيحول العجينة إن هي تبقى حمراء أو خضراء، خلاص؟ فلو جينا بصينا بعد ما عجننا نص كيلو دقيق مع رشة الملح مع معلقة صغيرة بيكنج باودر وربع لتر مية. يا أفكارك. ربع لتر المية ده إحنا لو حطينا عليه شوية من ورق السبانخ وضربناهم في كبة الخلاط أو في شفشق الخلاط بقى عندنا عصير أخضر صفيناه فبقى معانا بهذا الشكل الجميل. أو بنجر. أهو. أو حتة بنجر مع برضو الربع لتر مية واتعجنت كويس. طب خلونا نشوف الموضوع هنا العجينه بتطلع شكلها عامل ازاي. ادي العجينه البيضة بتاعتنا وادي العجينه الخضراء، خلاص؟ ادي العجينه البيضة وادي العجينه الخضراء. ومغذيه بقى جدا، حديد بقى طبعا. بعد ما اتعجنت بنشتغل بيها مباشره، يعني احنا ما بنستناش ما بتخمرش ما بنستناهاش تتخمر، احنا مش محتاجينها تتخمر، بس احنا بيكون عندنا حبه هنا من الدقيق. لحظه واحده اجيب معلقه ناخد بس هنا كده اهو خد شويه. وعدتنا انت وعدت يعني مشاهدينا ان انت تعمل العيش الصاج كمان ان شاء الله. ان شاء الله. ده وعد بس هو تفاصيله شويه ولازم يتفرد على حاجه متنجده زي المخده عشان يعني دي تفصيله انا هعملها مخصوص عشانكم ان شاء الله هجهزها وقدام شويه هعملها. وكل الاسئله انا برد عليها سواء في مصر او بره مصر ما بخصصش، يعني كلكم عندي زي بعض وبنفس قدر الاهتمام. ماشي. ده عشان صديقتك اللي زعلانه ان انت ما ردتش على موضوع العيش الصاج. انا لا انا لا هي عموما زعلانه كده كده انا عارفاها وهي زعلانه على طول. مين ده؟ على صفحه الستات. لا هو وعدها خلاص. انا وعدت خلاص. طيب. ان شاء الله. وحتى لو ما عملتش ده يا ايمان انا هحاول ان انا اجاوب على كل الاسئله معانا في فقرتنا. في اكلات ممكن ما يعني الوقت ما يجيش ان انا اقولها، لا هديكي خلفيه عنها سريعه انك تقدري تنفذيها في البيت ان شاء الله. بصوا شايفين السبانخ يا شيف محمود. هل ممكن استبدالها بالسلق؟ ممكن. يا سلام عليكي، فوائد السلق كبيره. تقدري يعني لو ما لقيناه ما دام بنحب طعمه في القلقاس. تقدري يعني انا بلون بيه ساعات الرز. ايمان اقول لك على حاجه كمان احلى. رز اخضر بحط له سلق. اقول لك على حاجه احلى، انك تحطي ريحان واوراق كزبره خضراء وكم الزيوت اللي موجوده في الريحان والكزبره الخضراء بغض النظر ان هي هتديكي لون اخضر مبهج بس انت بتكسبي وممكن تحطي سلق وسبانخ ممكن تحطي كله مع بعضه خمس انواع حاجات خضراء سلق وسبانخ وكزبره خضراء وورق بقدونس الورق من غير العيدان مع الريحان الورق تخيلوا كم الفوائد اللي موجوده في الحاجات الخضراء دي لو دخلت جوه لقمه زي اللقمه اللي احنا شايفينها دي. ولو عايزين اصفر ممكن نحط كركم. لو عايزين بقى شويه الوان ممكن يعني. كركم ممكن زعفران كويس ممكن نستخدم دقيق اسمر كمان بشكل كامل علشان
اللي بيدور على الحبوب الكامله. انا بجيبه كده، بجيب التورتيه بص اللقمه اه بالظبط، في منه اسمر. والسبانخ ده غالي قوي، فانا مبسوطه ان احنا عملنا لحاجه للناس حلوه وسهل لولادها ما بياكلوش خضار، هيبتدوا يعجبهم قوي اللون. ادي شكل اللقمه، شكل اللقمه دي بناخدها نروح بيها على الطاسه مباشره. ادي ايدينا راحه اهي، طاسه سخنه مولعه، مفيش زيت خالص، مفيش زيت. انت هتستني 30 ثانيه، دي اتحركت معاك على طول عشان الطاسه سهله. انت هتستني 30 ثانيه من الجنب ده و30 ثانيه من الجنب الثاني، وهوريكي احلى لقمه تورتيه ممكن تاكليها في البيت. ويا سلام لو انت عامله، في حاجه في المكسيك اسمها صلصه كرودا. كرودا بالمناسبه لان اللقمه دي مكسيكي، بيتعمل منها الذره، وكنت عملتها قبل كده، وبيتعمل منها بالدقيق الابيض. بالدقيق الذره او بالدقيق الابيض. صلصه كرودا دي عامله زي السلطه البلدي بتاعتنا، طماطم، فلفل، بصل متقطع مكعبات صغيره، ليمون، كزبره خضراء كتير، وشويه كزبره ناشفه، وشويه شطه، وشويه كمون صغيرين، وبتقلبي الخليط ده وطول الوقت تاكليه مع الاكل. شويه افوكادو معمولين مهروسين عليه الخلطه دي، فبيبقى برضو من الحاجات اللي بقت منتشره جدا في كل المطاعم او في كل الكافيهات، انه يقدم الاكل المكسيكي السهل ده. طب ايه فوائده؟ كزبره خضراء. بصوا بصوا، انا مش محتاج ان انا اخليها تقب. الله. كويس، انا محتاج ان انا اديها لون خفيف، ومعنى ان هي قبت كده ده معناه ان اللقمه والبيكنج باودر تفاعلت. حطيت بيكنج باودر وشويه ملح صغير، رشه بيكنج باودر، معلقه صغيره من البيكنج باودر. خدت وقت قد ايه؟ ما خدتش وقت خالص اللقمه دي، غير زي ما انتم شايفين اهي كده خلصت. الله. وندخل على اي زيوت ولا اي حاجه. مفيش زيت. جمال ده يا محمود. وادي اللقمه البيضه، وزي ما انت شايفه هنعملها مع بعض، هنعمل واحده لقمه من دي ولقمه من دي. دول انا كنت محضرهم قبل ما الفقره تبدا، وكنت حطيت ما بين كل لقمه والتانيه شويه دقيق عشان ما يلزقوش. فانت تقدري تعجيني نص كيلو وتفرديهم وتحطيهم في طبق، والله دلوقتي هتاكلي في عزومه ولا حاجه قبليها ما فيش. او الاولاد بالليل ده مع سلايزين خيار وطماطم وحته جبنه قريش. الله. وتعمله تعملهم الساندوتش ده، شويه فراخ متقطعين شاورما والسلطه. واحنا هنروح بعيد ليه؟ ما هو ما هو اهي سيخ من ده، سيخ من ده على طول لف ونسحب جميل. واحنا معانا وقت جميل. انت جايب الروزميري ده ليه؟ جبته والله، كنت عايزه اوريكي سيخ من اسياخ يعني، ونحطه في الطاسه واحنا بنشوح. يعني انت لو ما عندكيش، عندك روزماري وما عندكيش انا جايباه ومش عارفه اعمل بيه اسياخ. بصي ادي عود الروزماري، تاخدي الاخضر ده تشتغلي بيه وتعملي بيه اكل، ويبقى لك السيخ ده، ده تقدري تحطي طبيعية. فيه قطع الفراخ وقطع الفلفل والزيوت اللي في العرق ده بتنزل طبعا مع الفراخ والفلفل، فريحه بتبقى حلوه قوي. حاجه طبيعيه نستخدمها برده، محتاجين نجيب اخشاب ولا بتاع ولا. بصوا شكل هنا اللقمه كمان ابتدت تعلى ازاي، مش محتاجينها تعلى. احنا تمام، مش محتاجينها تعلى، احنا مجرد احنا نقلبها بس كده ونضغطها. يعني اول ما نلاقيها عليت نبطها. احنا ما بنعملش عيش بلدي ولا بنعمل عيش شامي، هي اللقمه ده معناه ان هي لقمه حلوه. انت لما تدوقيها دلوقتي وهتلاقيها مورقه كده توريقه خفيفه من جوه، هتتبسطي منها. يعني ابطها ما ادهاش فرصه تقب. يعني اهي خليها كده كده، لما تقلبيها هتنام تاني. شايفين الكلام؟ البيكنج باودر اللي جميل. فيها قليل قوي. ناخد كمان لقمه من اللقم الخضراء دي، وعايز اوريكم بقى احلى ساندوتش ممكن ناكله بالتركيبه الحلوه بتاعه العيش مع اعمل لنا بقى الشيش طاووق. بصوا بقى ادي شكل العيش كمان اللي انا عامله. مفيش حاجه بتطلبها من محمود او بتمناها بيعملها او اقول لنا بصراحه عنيا. والله العظيم انت وهبه وايمان وكل حبايبنا على صفحتنا، صفحه الستات ما يعرفوش يكذبوا. يعني صدقوني انا يعني اتمنى احقق كل الحاجات اللي انتوا بتعملوها في اسرع وقت. دي عايزه تقلب؟ لا اول ما تعلى سنه. لسه؟ انا لما بوعد بوفي. لا ما شاء الله عليك. يمكن اتاخر شويه في ان انا اوفي، بس لا وما ردش عليا امبارح. هشوف كده وبتاع، وراح عامل لي مفاجاه يعني. جميل. طيب بصوا بقى الحلاوه والجمال، ادي لقمه العيش الخضراء. نفسك يعمل لك ايه يا ايمان بقى بكره واحده بيضاء الايام اللي جايه؟ احنا بكره عاملين صينيه كوسه بشاميل بالتشيز. عشان انا مش ناسيه. ايوه اللي طلبتها بنت عمك صح؟ دي دلوعه العيله دي، فمش عايزه ازعلها. بس جيبيها تاكل يعني، او تتعلمها. هتتعلمها، كله بيطبق على طول. ماشي، هنعمل بكره كوسه بشاميل، وهفكر لكم في طبق تاني حلو كمان جنبه. بصوا كوسه بشاميل اعمل لنا جنبه بدل كوسه، يبقى كوسه لبنيه بقى ممكن محشيه. أيوة. لا لازم بشاميل بقى.
بشاميل زي بعض. بصوا نحط هنا شويه من الطماطم، ورقتين من دول. نشكرك يا محمود، تسلم ايدك. شايفه اهي اخر حاجه، ونسحبها كده. تسحب، اوعى تسيبوا الخشبه. ايوه تسلم ايدك يا محمود. ميرسي يا ايمان، نشوفك على خير ان شاء الله. قوي قوي قوي، تسلم ايدك يا شيف محمود بجد. بكره حلقه جديده ان شاء الله. ومحمود وابداعاته وستات. انا هاكل ده.